يو جايز صافا بخير كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير جايز نهار جديد رمضان مبارك سعيد الدراري مرحبا بكم هما اخا يونس نهار كبير هذا اخا يونس انا يونس فاينل الله يتبارك لا والله الا نهار كبير هذا اخا يونس الله يحفظك انا باقي كنتسنى المدير عوجي مروان انا الاول يا اخويا انت الاول ياسين اسحاق مرحبا اخويا مرحبا ياسين الصدادة ولد تغازوت يوميا يوميا في الله الله يعزك اخا ياسين ايمان شوب مرحبا حمزه مرحبا الليل ما عر تكلف لينا الله يتوب عليك الشباب مرحبا بكم واحد جوج دقائق ثلاثه غير بداو يجمعوا الشباب نبداو اللايف اليوم مع السيونس طلع خايف حطها اي بوان بنك الله يحفظكم الشباب مهدي مرحبا خويا زوير مرحبا شباب مرحبا بكم الرايفل هذا فكرني بداك الفيلم ديال العائدون لا والله الا فيلم مزيان فيلم عجبني انا مش ما عنديش مع دوك السلسله حتى السلسله ما عنديش معهم ولكن رمضان هذا قلنا اجي نشوفوا هذه السلسله هذه تخيل صافا بخير ايما الدراري يونس راه كان فاس انا جيت للخميسات الغيساني حتى هو جا للخميسات اخي العالم كامل جات تكون مع الخميسات والسيونس كنا لا جا خويا يونس الله يحفظك اجي نصوروا ولكن مزيان هذاك اخي يونس بدا طلع الرباط ديال الخميسات من السطر انا راني اصلا مولف الخميسات شحال هادي وحنا تنجيو لهنايا الله الله يخلي الشرف لي الخميسات بلاد الصحه والفليسات جايز نزيدو واحد جوج دقائق ونبداو اللايف بما يتجمعوا الشباب اليوم اخي والله الا خيونس انا لا فخور في الحياه اني تقاطعت انا وياك وتلاقينا في الحياه الله يحفظك السي مراد الشرف لي سيرتو اخي انت في لاسو فهمتي بعد ما تبقاو تناقشوا كنمشيو ديب بالعكس انا باغيك تزعم ما عرفتش الصوت كي داير الدراري قال لك انت اخي شوف التعليقات قال لك واش جبتي رضا لا الدراري اليوم سوري جايز رضا ما جاش رضا يجي غدا هذاك البيرو غيولي عندنا ندير بحال الزاويه والله الا انا بالعكس باغي يزيدوا الدراري يبقاو يجيو ونزيدوا حتى 100 فولورز هكا نبقاو نكون ندير واحد اللعيبه ديال من 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 لي كومونتير نسيليكسيون شي ثلاثه يجيو يحضروا عندنا في البيرو يحضروا اللايف لايف اني بو هادي تحضر اللايف لايف الدراري اللي بغى يحضر اللايف لايف الصوت ناري صافي توب على حقيقه ما عرفتش الروم هادشي يجي غير بحال كترجع الصوت كاين شويه ديكو ولكن مزيان صراحه انا كنسمع الصوت ناري طوب 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 شرح لنا يو كان بي هو هي الديفلوبر يو كان بي كاين بزاف ديال الناس ديفلوبو معاك اخي يو كان بي كاين صراحه راه ماشي غير واحد سي ديفلوبي كاين بزاف ديال الناس هي حاجه تلقى فيها بزاف ديال كاين مع اللونسمون داك الشيء هضروا معنا تمارا كاين ايمن كاين علي كاين في الديزاين كاين خديجه كاين محسن بزاف ديال الدراري والناس ديال السيبور تحيه للدراري كاملين تيضربوا زعما صراحه تمارا باش تخرج داك الحاجه اللي الناس غير تيشوفوا غير داك اللعيبه تيقول لك شوف لك شي لعبه برا وطلقوا لنا يو كان بيزر فاز مورا فهمتي راه حنا ما بغيناش نطلقوها زعما بحال عندك شي فلوس نخبيهم ما بغيتش تعطيهم طلقنا اصاحبي هادي راه اكثر حاجه اخي غير ثاني كان عليها الطلب خويا السيم يو كان بي يوم جا خويا السيم الله يرحمكم غادي يو كان بي بحال جايز حنا مخبعينا جايز البارح راه لونسينا يو كان بي بابليك اي واحد ممكن دابا يدخل يتسجل في youcanpay.com ويبدا بروسيسي كارت كريدي ناشونال انترناشونال كاردز توكل على الله سواء كدير دروب شيبين دير الاي كوميرس دير اللي بغيتي دير سواء كتبيع شي سيرفيس سواء كتبيع شوف محتاج سواء انت فريلانسر وباغي شي واحد يتخلص من عنده بكريديت كارد ناشونال انترناشونال كاردز جو برو توكل على الله الانترناشونال كاردز في الاول دايرين واحد الليميت ديال $500 في النهار حتى نفيريفيو فهمتي واش كاين شي ريسك دوك لي ترانزاكسيون اللي كديروا ولا لا عاد كنبقاو نزيدو ناشونال كاردز الا بغيتي تبروسيسي لي كارت تاع المغرب مرحبا ان ليميتد جو برو توكلوا على الله الله يوفق الجميع اي حاجه راه التيم كاين واحد التيم بيهايند هذا الشيء ديما التيم ديال يو كان راه اوبن باش يعاون كنتي سيريوس بالعكس اخي حنا ار لوكينغ فور سيريوس جايز خليه يو كان باي
اختي يونس دابا اخا يونس بدا اخا يونس حتى انت عاوتاني نعاود لك نفس السكريبت بداو مان لو معايا في الكومنت السيمو كلشي دابا في الكومنت اوكي جايز غنديرو تورن اوف كومنتينغ عرفتي تجيني واحد العطسة الحمد لله اول طيب كدوز فيها صالح الحمد لله اخي الحمد لله خيون نبدا معاك مان ولا خيون شوف القصه ديال والله حتى واعره انت وان اوف ذا جايز اللي شوف انا نسميك واحد من احسن ديفلوبرز في المغرب خيون ما دزتيش داك اش كنسميوه داك التراجي ما داش داك التراجي ما داش داك الباركور العادي اللي تلقى عند 90% ولا حتى ماشي كتلقى 90% هي اللي كيتخايلوا 99% بغيتي تولي ديفلوبر هذه هي الطريق فهمتي انت طريق اخرى تجربه اخرى اليوم اخي فهمتي بغيتك تعاود التجربه ديالك الله يحفظك اخي هاو يو بيكام وان اوف ذا بيست ديفلوبرز في المغرب واه ما يمكنش تقول بيست ديفلوبر في المغرب لا لا ماشي وان اوف ذا بيست لا لا وان اوف ذا بيست لا لا انا والله يا خي لا واقع لا 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 اللي قلت لك ذا بيست يجري عليا يجري عليا قول لي المنافق اصلا ذا بيست تيكون عمره ما تيكون عارف راسه هو ذا بيست تيكون ديما شاك هو في راسه واخا اخي واخا شوف واخا المهم الواحد يخدم to be the best even you know that you can't be the best هو كيما تيقولوا داك الامبوستر سيندروم تتكون اصلا عندك بنادم هذاك اللي تيكون هو واعر وتيبان له راسو بانه هو فهمتي راه ماشي الدومين ديالو ولا فهمتي راه غير راه فهمتي شي نهار غادي يتورق كما كنقولوا ولا شي حاجه فهمتي ولا غير يسولوني على شي حاجه وما نعرفهاش لا لا اخي كاين واحد النيفو صافي يسولوني على حاجه انا تنجاوب على 90% ديال الاسئله ما كنعرفش عادي اخي عادي كيسولني في الطومين ديالي نعرف يبقى يسولك في شي حاجه عادي الطومين ديالك لا اخي ما عرفتش عادي ما كنعرفش لا والله الا خير كنجاوب على 90% ديال الاسئله وما كنعرفش لاني ما كنعرفش اخي تيقول لك كانوا تيقفوا على دوك الائمه ديال الاسلام شداد وكانوا كيسولوهم وكانوا تيقول لي ما عرفتش داك ما عرفتش هي احسن جواب ممكن تجاوبو في داك اللعيبه تقدر تقول شي لعيبه تريب لك الكاريير ولا شي الله وما تقول بقاو عليك يقولوا شو اش كان وشو اش لقينا لا اخويا ما عرفتش سير قلب نتايا وجي قول لي واصلا اصلا في داك الكتاب هذاك ديال سيبيوز اللي كنت قريتي هذاك راه في واحد الشابيتر فيه تيهضروا تيقول لك اكتشاف الجهل اكتشاف الجهل هو فين اكتشف بنادم بانه راه ما عارفش عاد تمشي تقلب عاد تمشي تقلب راه العقيده المشكله اللي طاريه اخي في المغرب هي هذه ديال انا راني عارف وديك انا عارف كتخليك ديفلوبيش من راسك ما تبحث من حتى شي حاجه ماشي بحال اللي عكس تي عرفتي راسك راك ما عارفش عرفتي راسك راك ما عارف واحد الحاجه وكل ما عرفتي في واحد الدومين كل ما تيزيد يبان لك راسك راك مازال ما عارفش ديما من نص خايم خايم ترجع شحال خايم عندك من سنه دابا زاد 1991 انت ما تيعجبكش تحسب 31 31 ضرني براسي غادي تضر ب 1400 واحد براسو 31 سنه تبارك الله اخا يوسف ولكن انت اخا يوسف كتبان جوج ماشي انا 33 عام جنبان دخلت في الربعيه وانت غير الحياه اللي مكبرك عرفتي لا 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 والله الا انت الصغير والخدمه ماشي مشكل فين تزاديتي؟ تزاديت في فاس اش كيدير الوالد؟ الوالد ديالي تيصاوب الصباط كوردوني كما تيقولوا شنو كوردون تيقاد الصباط هو اللي تيقاد الصباط تيقادو الصباط من الجلد حتى كيولي صباط تيبيعه وهو ما اللي تيبيعه زعما يتوب الله خير خاصني على هذا الحساب هذا شي صباط ميد ان فاس الله خير انا الدراري دبرت صباط الله الصباط الاول الصباط الاول الوالده شنو كدير الوالدة ربت بيت تبارك الله اخي انا ربت بيت الغيزان ربت بيت شفتكم هاد الدراري تحتو على هاد ربت بيت هذا ماشي مشكل فين قريتي الابتدائي الاعدادي الثانوي انا تزاديت فاس في عين القبيل فواحد البلاصه المهم فاس واحد الريجيون وتما فين قريت الابتدائي قريت التحضيري والثاني والثالث شنو تعقل على سميت المدرسه ولا كان داك المدرسه كان داك المدرسه في الاول سميتها 11 يناير دابا بدلوا لها البراندين ديالها دابا ولات شي 16 غشت ولا شي حاجه بحال هكا تبدلوا التاريخ ما عرفتش مورها كنا حنا من داك البلاصه وطلعت سكنت حنا تنقولوا طلعت حد داك الباساج ديال تاكسو فرانكفور كنقولوا طلعت سكننا في نرجس حدا تراكس فرومس اللي تيعرفوا فاس تما قريت واحد المدرسه ديال نرجس حتى هي بدو لها السميه ديالها عجيب اخي شي حاجه سميتها غوش تعاوتاني انا خي انا لي زيكول اللي عقلت كاف مراكش ماشي واحد تبدلت ليه السميه
كمل ليا في كل يوم الثانوية طلعت المهم قريت الاعدادي والثانوية قريتها في بنورشت. الثانوية ديال بنورشت راه معروفة في فاس زعما ماشي معروفة معروفة في العالم كامل حيت هي اللي كانت تسمات على بنورشت ملي كان بنورشت هرب من شحال هذه كانوا نفاو المهم كان وقع شي حاجة بحال هكا في التاريخ وكان جا للمغرب. المهم هذيك مسميه داك المدرسة مسميه على سميتو كنت قريت فيها الاعدادي ومراها ملي طلعت انا قريت فيها الثانوي كانوا ردوها على ثانوية والاعدادية بلا واقباتها. دونك قريت اعدادي والثانوي تمايا خديت الباك ديالي شحال خديت الباك باش نعرفو فين نحطو باش نعرفو كيفاش نكملو معاك اللايف. هو الباك راه عندنا غير في الكوفر ديال الطوموبيل دابا 10.56 ولا المهم 10.56 الله يرحم بلا معانا ولكن هذا قرايه هذا من الحيز ديالنا دوك القرايه ديالنا انا 10.06 غيسان 10.4 كدا 40 انت كدا 50 انا كدا 50 الصاد كان معنا البارح شكون 10.03 الشقر الشقر 10.03 المهم الحزب تاع 10.6 حنا هذوك اللي تيديروا المجهود غير باش ينجحوا يلاه نروح بلا داخل ندوز الامتحان الا باغي ينجح تنعمر باش الصاطه دي كدا 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 زيد في هذه 16 الاخرى ضربت فيها 4 هذه كدا 10 تجمعات. السلام عليكم. هو الاغلبيه فيهم زعما في الثانوي وداك الشيء تتكون كما تنقولوا لاعب غير على المعدل فهمتي حتى ملي كدوز داك سميتو تدوز في السيزيام تدوز داك المواد ديال الادبيه في الباك تدوز العلميه وتبقى تقول جبت في السيزيام كدا خصني قدا وقدا باش نكمل 10 هي باش غادي ندوز كنت كنحسب على 10 قول لي اخي كان تضل الخيط هذه يدوز لكم شي بكالوريا تجريبي قبل ما يدوز لكم البكالوريا الحقيقي. حنا ما دوزولناش هذه القضيه. انت اخي غير ثاني عقلتي دوزتو البكالوريا التجريبي عاد تدوز تما هذاك الجيل ديالنا هو اللي داروا فيه كاع التجارب فيما طلعوا شي سيكل السادس حيدوا واحد اللعيبه داروا واحد التخربيق على حقيقه واحد ماشي انا واحد حنا واحد الجماعه ديال الناس شنو كان طرف تجريبي كان تحت سال وكل شيء كنا كنقولوا ليه برو ما تجاوبش خليك تجيبها 10 خليك تجيبها 12 حتى شنو تمشاو داروا الدراري التجريبي كتقولها لي كتقول ليه برو ما تجاوبش من هنا تيعبرونا خليهم صاحبي تجريبي سقط فيه كاع باش نمشيو يقدوا لنا باش نمشيو يقدوا لنا الوطني ديال الالكترونيكي يقدوا سال عرفتي شنو طرا معلم هما داروا الاي بي تيستينغ داروا الاي بي تيستينغ جاو تيستاو العيال ضرب فينا 18 عرفتي معلم كي جا الوطني وحق الرب الى اللجنه اللي جات كتراقب دخلت القسم وقلت لها كلشي مريح بحال هكا قلنا مالكم ما كاين ما تجاوب الصاط اش تجاوب وحق الله الا قالوا للاستاذ الله يرحمك الوالدين ما عطاهم عاونهم وقال له انا ما عرف باش نجاوب قال له سير عيط لهم على شي استاذ اخر خاصهم يجاوب ما يمكنش الدراري يسقطوا كامل قلت لهم شتو هاد الدراري احنا مورطين كاملين وبغا تفرج فيا نهار كنقول لك ما تجاوبش جالس كتبين بها مشاهد برو راه هادي هي من تما فهمتي قالوا هادو نافخ هادو كيطيروها وجالس يعني هذا حتى هو ميساج ديال الدراري ديال بليز ملي كدوز التيست تكون عادي على قداش شنو كان دار في التيست اصاحبي بنادم باغي ينقد تقول لي برو واش ما عارفش ما تجاوبش راه هنا تجاوب الكارثه اصلا داك التيست ما فيهش الحظيه ما فيهش داك الخونه ما تعرفش بالي انت هيك تيستي يكون راجل يجاوب تي دوا مع خويا على الجواب تقول لي هاك تقول لي والله الدراري غادي تسبوا شي كارثه العيان كان ضرب 18 ويجي واحد الوطني معلم ما عادش فهمتي كتبقى حاصل جبت فيه 6 جبت فيه 6 مع دوك النقط اللي جمعنا قبل كدا 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 كاينين عاود ضربنا ديك 10.06 والله يا اخي كنت نقول يا ربي نجحوا يا ربي انا الاميه انك تنجح ما تتقلبش العكس باغي تعوض داك الطابلو يا ربي قولي مرتك داك الطابلو قولي يا اخي داك الشيء درتي من ورا لافاك لا مورها انا كنت باغي نمشي لافاك ولاني مولاي الدار قالوا لي زعما لي استي احسن لك وهذا وصافي مشيت زدت وشنو بينا معيار مولاي الدار قالوا لي استي احسن واحد داروا تيديروا كومباريزون معاه في العائله شو واحد مثلا قرا في ليستيا وخدم وواحد قرا في لافاك ومازال ما خدمش دونك ليستيا تيشوف هذاك ليستيا هو اللي خدم هذا تيقولوا دونك ليستيا هي اللي تات صراحه اخي ماشي ما نهينوش الجامعه الباركور ديالها طويل وكتكون كتقرا شي حوايج اللي خرج لسوق الشغل
كتمشي للستية وليستية وحق الرب ليستية وتقاد تلا طلع منا العجب تمشي دابا ليستية راه صافا ها انت قلتي كيخدموا ولكن راه والله اخي ويكون زعما عندهم مقرر اب تو ديت ويكون داكشي اللي مازال عاودني كنصرف قول لي اخي وهاكا مشيتي للستية هنا شو مشيت للستية مشيت دفعت برونش ديال ديفلوبمون انفورماتيك وما قبلونيش عشرة صحك والله إلا دفعوا كانوا تيدفعوا الناس دابا المشكل اللي كان وقع ذاك العام هو أنه كانوا صحاب ذاك الناس اللي كانوا عوالين يمشيوا لستي ولا فيستيل وذاك شيء كانوا تصدموا كانوا طلعوا الأخرين البارين من طلعوا البارين بقوا ذاك صحاب 12 حاصلين ما بقاوش يمشيو يلا فاك ليستي السنوات هذه جاو في السنوات اللي من ورانا حنا كتسمع باك ب 18 موجود باك ب 16 موجود الناس حتى 10 سيتي بانوا لا كان تكوفي لا خيط ديال النقاط كان البريفي وكان كوف الكوفي عمرو مزيان على حقاش حنا واحد كان جا قرا معنا في البيتيز عنده 16 في الباك فهمتي غير هو بغى يجي يدير البيتيز ولا انقطع ب 16 في الباك تجي دير هنا يقول لك لا راه 16 الباكي بالبريفي وكاين واحد المشكل ديال تيدفعوا مثلا عندك الباك ديالك تقدر تمشي تدفع مثلا في لافاكس ودفع في ليستيه بجوج في دقه واحده حتى من بعد وكاد عاد كتعزل حتى تمشي بلا ديكو تبقى شاد بجوج بلايص نتا وي المهم في الاخر كي طرا خيط قبلوك في صافي دفعت لهم نورمالمون ملي تلقى البلايص عامرين تي حتى كيديروا الكونفوكاسيون كتلت كل ليست داتونت تيكونفوكيو داك الناس اللي تسلكت هذا المشكل في السيليكسيون في ليستيه تيبيزو على النقطه ديال الباك انت النقطه ديال الباك ما عمرش تروح في ليستيه واش انت متى باغي دير ديفلوبمون اش قرب نقطه الباك هذا الفيلم نزيد يضرب معاك مثلا في الماتي شوف واش حتجي في الماتي دابا مثلا بيزو على انت كتجيب 16 مثلا نقولوا في الجغرافيا او 18 وكذا تيفلوب مو خاص تشوف ليه المعدلات ديال المواد ديال الجيروليت لا بارتي ديال زعما هذا مشكل عاوتاني في السيليكسيون خصهم يبدلوا شويه المعايير باش كيسيليكتي والله الحمد لله اكسبتو النادي ونزل الحمد لله اكسبتو كخايب لا والله دوزو لي نادي وسليتي اه الحمد لله بدل الكارير ودا يورا يعاود لي فلا هو راه بدل الكارير لا كنحل خلوه كمل لي يا خايب شحال قريتي من عام في ليستي ديفلوبمون قريت عامين في ليستي شنو كيقريو اخي في ليستي لي لونغاج ديال ديفلوبمون لي تيقراو في الاول بعدا شويه ديال الالغوريتميك وشي يقراوك الالغوريتم راه نافع يعني الالغوريتم نافع وداكشي الكالكول بينير وداكشي ديال لاديسيمال وداك اللعيبه تيقراوك شويه ديال لونغاج سي اوكي تيركزوا على هادو الحوايج اللي مزيانين انهم تيركزوا على داك سي صراحه مزيان البروغرام ديال بريمير اون ديال ليستيا صافي زعما ديال بريمير اون دوزيام اني داكشي اللي تيقراوك فيه زعما ما بحال دابا حنايا كنا قرينا الفيبو دوت نت دونك الفيبو دوت نت ما فاش تحتاجو دابا في سوق الشغل ما كاينش الفيبو دوت ما تلقاش شي ربعه ديال الشركات اللي تخدموا به في المغرب كامل ودوك الشركات قرب يسدو لا كتشوفو دابا لي زوف دومبلو كتلقى 1000 اوفر يلاه تلقى فيهم شي واحد فيبو دوت نت وكيما قال لي قرب يسدو لان كلشي دابا ولا كيبني البروجي ديالو على الاوبن سورس ما يمكنش سمي شي بروجي كبير على شي لونغاج ديجا ولكن اخي شنو هو السبب زعما ما يمكنش تكون الى 16 جات با قالت لك اللي تعطاني فاش قلبت شويه غندور الكاميرا جيت هذا السخريه سمعت سير اخي اللي تعطاني حتى انا جاتني بيزار قال لك بان مايكروسوفت كدعم هاد البارتي ديال هاد لي لونغاج باسكو لي لونغاج تابعين ليها ديكو كتعطي دي سوبرسون الدوله كتقول ليها مزيان قرا هاد لي لونغاج ديالو مزيان ماشي حنا ضد ولكن راه هذاك السيد مسكين ملي تقرا فيبي دوت نت واحد نقولوا شحال تخرج لي ما نقدرش نقول العدد ولكن نقولوا 1000 ملي كيخرجوا للمارشي لا اس بي لا عقلت على واحد الجينيراسيون قريت لا اس بي واش دابا دابا لا اس بي كيخدم به في السوق لا اس بي هو اللي كيركزوا على الفورماسيون ديال ستي بي اش بي انا قلت ليونس راه قريتو في واحد الموديل ليونس قال لي ما قريناش كاع لا قريناش بي اش بي يعني غير كدوز دو باساج وتا الموديل كيفاش قريناه تيجي الباكاتير كيجي كي كيلونسي واحد ثلاثه ولا اربعه اللعيبه تيقول لك راه كاين واحد لونغاج كاين واحد بي اش بي برا شوف خويا سير الله يسخر لك عيش هو تقول بعدا على الاقل راه عطاني هذه المعلومه وجيت بحال شويه مزيان دونك هذه القضيه عندها علاقه بالدعم حنا ما كرهناش شويه الدوله شويه اللوجيك راه واخا تاخذ الفلوس راه انت خديتي الفلوس
وفورميتي لي واحد في البي بي دوت نت وفي الفلاي سبي ولا يخرج للمارشي راه ما يلقاش ما فاتش بواد هما تيتي بازو تاع هذه القضيه ديال انهم حتى لي ليسونس لي سي تعطاو ديال لي بيسي وين داكشي ماشي كامل فهمتيهم شي بون سولين باش هو هو كنقدر عندها علاقه بالدعم وشنو اخي الحل هو الاوبن سورس شوف انا لما تنشوف انا تنسول بحال شي واحد ما عارفش انا لا خلينا الناس اللي عارفين واش فيسبوك مبني على على شي لونغاج ماشي اوبن سورس اوبن سورس تويتر اوبن سورس كاع لي بلاتفورم اللي كبروا اوبن سورس علاش باسكو كاين كليك تبني لونغاج وانت انت ما عندكش لا مال عليه وكوميونيتي ما كتخدمش فيه طب طاريه مشكل تسنى ديك الشركه دخلت قالت لينا المشكل حنا واقع عقل يونس فاش كنا خدينا لي ماك جداد كنا فيريفينا لي ماك كان فيهم واحد ايموان هذاك الايموان حنا كنخدموا ريسورس نتا دوكر فيرتشواليزاسيون لايف بقينا كنتسنى الشركه دير ميزاجو حنا تنشوفوا في السيستم عندنا ما نديروا الا ما داروش هما ميزاجو السيستم غيبقى حابس داك دوك دونك دائما اي حاجه مبنيه على شي حاجه ماشي اوبن سورس كتبقى تسنى الشركه دير هي الميزاجو كتبقى عبد ليها اون باد تيرم اما اوبن سورس العالم كيكون شي شي حتى التوجه فين غادي داك داك لونغاج مثلا داك الفيتشرز اللي غادي يزيدوا فيه وداك الشيء تيولي الكوميونيتي هي اللي تتقاسم الكوميونيتي اللي كدرايف بحال دابا بحال دابا في البي اتش بي كاينه دايرين واحد واحد الكوميونيتي ودوك الكوميونيتي فيها واحد الناس هما اللي تيفوتيو الناس اللي تيفوتيو هما دوك اللي مكريين لي فريم ورك وداك الناس اللي اكتيف في الايكوسيستم هما تيقول لك هذه مزيانه نزيدوها في البي اتش بي هادي ما عندنا ما نديرو بها في بي اتش بي غترد غير داكشي كومبلكس اتسيتيرا غتمشيو هكا بهاد السيستيم هذا اما ميكروسوفت ماشي تيما جاوبك ما كاينش شي حاجه ما يمكنش تقول لهم زيدوا لي هاد الفيوتشر الا بغيتي ديفلوبي لو بعد هاديك الفيوتشر غتفرص عليها ويلا ديك الفلوس الا كنتي ماشي ما يمكنش ديفلوبي اي واحد يجي فوالا ما يمكنش اي واحد في بي اتش بي تقدر لا كون يونس تقدر الا كنتي تبقى تابغريد تولي في ديك الكوميتي اللي تقدر تبوشي في الكود بي اتش بي كاينه هو يمكنك تكونتريبي حيت اصلا باش تهضر مع في البي اتش بي مثلا الكود ديالو الكود ديالو راه اوبن سورس في جيت هاب كلك تبولي عندك نرجعوا استراحه مشينا مزيان الدراري يعرفوها والله راه حيت مزيان انا بغيت نسول المعلومه اللي مزيان يعرفوها اشنو تيبان لك حنا تقريبا قلنا كاع داكشي اللي غنشدير اشنو كيبان لك خاص اشنو تيبان لك واحد ديفلوبر خاصو تنصحو انت يقرا لي لونغاج اللي خصو يقرا اللي ديما غادي يبقاو نافعين هو في الاول لي لونغاج بحال دابا اللي يمكن لك تصوب بهم شي حاجه زعما تجربه تيسهلك انك تبروتوتيبي كما كنقولوا تكري لي بروتوتيب وتجرب الحاجه وما عندك البي اتش بي عندك جافا سكريبت لاش تعمل له سيسيل بيان سور هذوك ما نهضروش عليهم عندك وعندك الماي اس كيو ال مثلا باش تصاوب باز دوني وداك الشيء واخا واخا كاع تمشي لشي بلاصه اخرى غادي تلقى نفس سميتو بوستغري اس كيو ملي تزيد شي شويه اصلا بحال دابا مثلا مع الوقت ملي تدوز مثلا واحد السنين وانت تدير البروغراماسيون شنو تولي تيبان لك تيولي يبان لك بان داك لي لونغاج راهم فهمتي راه من الفوق راه غير لونغاج هادي لونغاج اللي باطي غنديرو باش تخدم راه نفس راه نفس الحوايج اللي تعاودو فهمتي اما داك لونغاج غير الطريقه كيفاش كتكتبو ولاني زعما حيت حنا تنهضرو دابا في الكونتكست ديال القرايه ديال ليستيا وداكشي دونك مزيان انه فعاد يبدلو داك لاي اس بي يديرو بي اتش بي فهمتي يديرو معاه جافا سكريبت هادو ساهلين يمكن لاي واحد يبدا بهم وسميتو وكاينين في سوق الشغل يعني فهمتي ما غضيعش فيهم زعما ولا شي حاجه ديما حتى الا جاتك شي ايدي انت بغيتي ديرها بغيتي تصاوب لي سيت ويب ديالك بغيتي تصاوبو في بلاي اس بي لا ما عندها حتى شي معنى خاصك تبدا ليسونس ما عندك ما اصلا ما عندها حتى شي معنى لي زوج لي سي هو داك العام الاول تيقرب لاغوريثم تيقرب حيت لاغوريثم ولا باز دونك داك العام الثاني هو اللي فيه يعني العام الثاني خاص يتبدل ليه الايرور شنو كيتقرب اكزاكتومون جو بونس شو دي لي سي كتخرج ناس ورا كيما كنقولوا دائما حنا هي جوا حق ربي اللي تنقول شوف راه ديما كاينه شي لعيبه صغيره تبدلات ولا تصنع العجب عاود لهم داك ليستوار ديال داك اللي كيصيد والله الا شوف ديما تنقول خاص تبدل شي حاجه صغيره غادي طرا العجب هذا واحد الصوره ديال واحد الراجل كبير في لاج مريح في واحد الباراج ولا واحد الصناره يا هذيك مريح شي 4 السوايع هو مريح ويجي واحد الدري صغير بحال اللي قلتي جون انايا هو يجيب حتى واحد الكريسي ويجبد الصناره كل حيد من حدايا صاحبي صيدنا حتى حنا هادي صيدوا البعاد اللي قدك خونا مشى بعيد منه شويه لا واحد الصناره شد حوته ويقول خونا واي مشكلات مخلوش ويشد حوته الثانيه ويقول له اتصرتوا هو البراج وليتو كتجيو من ورا وكيصيدوا الحوت انا مريح هنايا
هي هذيك لوحه السن الثالثه شي لوحه السن الرابعه الخامسه ويقول لي اسمح لي ولدي الله يحفظك. هو تفكر قصه واعده وضحك. قال لي اسمح لي ولدي الله يحفظك شنو انا علاش ما تيشدش عندي الحوت انت تيشد. قال لي قول لي شنو كدير. قال لي والو كنشد الدوده كنلصقها في السناره كنرمي. قال لي لا راه هنا خاصك اللعبه هي دابا الحوته خاصها تبان ليها الدوده باقا سخونه. دابا انا شدها كنديرها في يدي واحد خمسه دقائق بحال هكا تتسخن مزيان كنركبها وكنرمي. قال لي كتلاح الماء كتبان الحوته راه واحد الدوده سخونه كتمشي عندها. يعني راه اللعيبه ماشي لعيبه تتسخن. راه شنو كنقول للدراري تيجي تيقول لك خويا سيمو راه فهمتي راه حنا تنا نمشيو للكامبين راه هز قلت شي تفصيل صغيور شي حاجه صغيوره قلتيها تمايا بحال هاد اللعيبه اللي خونا زايد تما ما يقدر ما تبانش لك كان هو شاد راه كاين لك لي كومبيناسيون تيدير لي لونس هذا كيصايب كومبي لا كيصايب كومبي هذاك اللونس فار حيت اصلا في ديك الكومبينيات اتيري لا طونسون ديال فيني شوفها عاد نهضروا في الكومبي. راه شوف 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 ديك النهار ملي كنا مريحين في داك الريستورون ديال الحوت في الرباط جاو عندي دوك الدراري ثلاثه بهم مريحين جوج هما اللي جاو عندي عقلت قالوا لي اخويا السيمو راه تنضلوا تنطلقوا فيسبوك ادز ماشي كونفيرتيش لنا ما تيجيبش لنا البيع ما غاديش مزيان. قلت لهم اوكي ممكن الدراري توريوني الكامبين ديالكم باش نبقاوش داوين خاوي وراوني هاكو شي وريتهم ولا هذا باين منك لراسك دخلنا عليك بالله هذا فيديو فوالا تيقول لي شنو بان لك اخي السيمو تنقول ليه دابا فهمتي شنو فهمت انا من هذا تنقول ليه حاول تخرج من الصوره ديال انت اللي مقادته الصوره ديال داك خويا اللي جيش راه شنو كنتي باغي تبيع ليه في هذا كنت باغي نبيع ليه هذا البرودوي ديال الركبه ودابا انت فهمتي بلي هذا البرودوي ديال الركبه اللي كيت قال لك صراحه اوريتي دوي على راسك صراحه اخويا ما فهمتش. قلت لي راه هاك راه كدو مع واحد خاصو يفهم الاشهار ديالك. قال لي شنو بان لك نديرو. قلت لي خاصكم الفويس اوفر واحد باش تشرح ليه جوج ماشي الان يمكنك ان تشتري بغيتي علاش تجي تشري هو معاجب ليه تشتري هادي سكرولي خاص ما تقولش ليه شري شري هي الاخره وريه البرودوي بان ليه ناضي وقول واه عاد تقول ليه راه ممكن تشريه في الاخر تشريه هي الاخره صافي. شفت الدراري كان عندهم سبحان الله سيمو راه مشروح بليدي طايف فيديوهات زعما وليت كفرك ولا شي واحد تيقول لك شفت فيديوهات كاملين وملي كتشوف ريزلت ديال داك الشيء فيديو كتلقى من ابليكي حتى 5% لا ما تيجيبوش الدراري ما تيجيبوش غير ديسون كون كانوا الدراري كيريحوا زعما يتعلموا الاي كوميرس دوك الفيديوهات اللي بارطاجينا وبالرب تيصنعوا العجب. الدراري بغاو بالزربه ديك اللعبه ديال يقول لي السرب يقول لي تقول لي انت راه انا شرح لك كيفاش تقاد فيديو انا داير فيديو كنشرح لك كيفاش تقاد فيديو اللي يبيع لك ديال بصح لي ديطاي واخا يقول لي او ترى ما عندي ما نقول لك وسير تفرج سير حل البيسي واحد 30 دقيقه وطريح وغادي نعطيك اكزومبل ديال لي فيديو وغادي نوريهم لك وغادي نوريك لي برودوي اللي بعنا في الكامبين ونلونس الكامبين ونوريك شحال بعنا ما كاينش ما قالش ما كاينش شي واحد دارها واحد ما كاينش اخي دارها درناها حنايا وتجي تقول لك وايلي واش بارطاجيتي هذا الشيء كامل تقول لي سبحان الله ما دخلت تفرج وتيدخل كيتفرج كيتفرج في الكامبين تجي تقول لي اخويا السيمو الفيديو تقول لي الفيديو هو الفيديو اللي كيشرح لك كيفاش تقاد فيديو كيبيع ماشي قال لك كي سكرولي توصل للكامبين شوف غيزيلتا شوف شوف تقول لك فيديو فيه ساعه طويله تقول لي انت معلم راك انت كتدخل ساعه حصه في المدرسه ساعه غادي تعلم واحد الحاجه غادي تقلب حياتك واخويا راه بزاف ساعة واش ميمكنش اسمع ساعة واش ميمكنش تختصرها لينا تقول لي معلم راه حنا اختصرنا خصني ديك 4 السوايع ديال الفيزيك 4 السوايع ديال البحر عرفتي علاش كنا كندوزو داك السوايع حيت كان بزز منا خصنا ندوزوها عرفتي هاد اللقطة هادي خص شي حاجة اللي غاتشدك بزز منك تفرج في داك الفيديوهات كامل لا ماشي بزز منك شوف اخي انت بزز منك والله ما تعطي ريزولتا غير لا خاص تكون انت باغي ولكن خاصك شي حاجه اخرى اللي غتبز عليك تفرج داك الفيديوهات كامل خاص تفورسي على راسك خاص فريمون تفورسي على راسك كيما قال لك شقر الباع قال لك خاصك تكون عندك شي حاجه غتخسرها باش تقول لي زعما شنو غتخسر ما تفرجش شنو غتخسر ما غاديش تقدر تعيش شي حياه مزيانه تصوفي والديك تصوفي الفاميلا تصوفي ام ديال الناس على قداش الا درتي شي حاجه راه كتصوفيش غير راسك كتصوفي لونتوراج كامل anyway لا اليوم اليوم واشي مش باش نسرى خاص نسرى باش خاص نسرى راه عاجب ليا الجمال خويا بين السرى غنجيبو رضا
غدا الدراري غنديروا اللايف من البيرو عاوتاني ونجمعوا كلشي بحال الزاوية من البيرو. دونك اخي قلنا لي ستي زعما كون كتقري في الدوزيام اني بي اش بي ماي اس كيو ال جافا سكريبت كان غادي يكون بيتر، كان غادي يكون حسن حيت انت مما كتوجد الناس لسوق الشغل اصلا انت تتقريهم شي حاجة اللي كاينة في الانترنت فهمتي. يعني خصك تشوف حاجه اللي كاينه في العالم ماشي اللي كاينه في شي حاجه اللي مطلوبه يخرج لك شي حاجه في العالم فين ما مشي يخدم بها. واش مثلا واش انا نخدم مثلا بلاي سبيشال ديال بلاي سبيشال كل يا اخي خديتي ساليتي لستيا مشيتي تخدم ساليت لستيا؟ لا صراحه ملي سالينا لستيا كانت يلا تحلات واحد بحال لستيا واحد اخر كان كيسموه ايزموتيكا حتى هي تابعه لو اف بي تي وكانوا يديروا فيها واحد الفورماسيون ديال جافا جي 2 دونك جيتي درتيها حيت انا شحال في عامين ولا عامين؟ لا دابا انا صرا في الباركور ديال ليستيا كنت قريت في البروميير اني صراحه اللي شدني في ذاك البروميير اني نقدر نكمل هو واحد البروف اللي كان زعما عنده الفضل علينا بزاف هو واحد سميتو عادل الخلقي وهو اللي كان صراحه صبر معنا في الاول وخذ الوقت ديالو فهمتي ومشى لنا بواحد الطريقه ديال الفهم يعني تيعطيك وقته انه يفهم لك ماشي تيدوز داكشي اللي معطي له خصو يدوز عليه داك الموديول ويمشي بحالو هاي اللي كانوا يستدمو ديالك يعني خصو الاغلبيه ديال الناس يكونوا فاهمين. وصلنا معاه في الاول لواحد الدرجه ديال انه هذه خصها تكون كذا تكون ضربنا واحد جوج سيمانات في القسم هكا تيشرح لنا هو لا هو لاحظ بانه بنادم ما اونجاجيش معاه ما كاينش الانجيجمنت في الكلاس ووقف واحد النهار كاع دخلنا في الصباح ما دار حتى شي حاجه قلنا بغيت نفهم هادشي اللي تندير انا واش تفهموه ولا ما تفهموهش مزيان مزيان قلنا واش تفهمونا ولا تفهموش كلشي بقى ساكت فهمتي قلنا راه ما يمكنناش نكملوا الا ما عرفتكمش راكم تتفهموا. المهم بعد النقاش هذا وقفه زوين نقول لك اخي انا الكارثه اللي انا قرينا بالفرنسي وحق ربي الا قريت مع قسم كامل 5 الدوره الاولى كامله واحد الاستاذ لا ديسيبلين واحد النهار جاني الضمير نبني الضمير ونخرج للاستراحه خايف فلان كتعرف شنو هي لا ديسيبلين والله ما كنفهم داك علاش كيفو فلان كتعرف شنو هي لا ديسيبلين انا ندور عليهم قلت شي واحد في القسم ما عطاني شنو التفسير ديال داك علاش كيقول وشنو كيقصد بلا ديسيبلين مع دخلت مع قلتها ليه الله عاوتاني بدا تيدوي نقول له استاذ سمح لي تقول لنا ما ندوبوش باللغه العربيه ولكن غادي ندوب باللغه العربيه استاذ راه التواعد في هذا القسم هذا كامل راه سولتهم حتى شي واحد ما فاهمش كتقول والتواعد ما فاهم لا ديسيبلين ويحقد واصلا حقد ترى مشكلتك هادي هي الصون ديال الاستاذ هنايا حقد فهمتي قال له ما دويتوش راه دوره دازت هادشي اللي عطا هو صافي فهمتي في الاخر بدا تيدير لنا الكونفرشن وهادشي اخي علاش كاينه واحد اللعيبه ديال كلك ما كاينش شي امه تقدمات الا واستعملت اللغه ديالها. انا اخي معاك كنت مع داك التدراج ديال المقرر ولكن ما كتبش والله الا اخي الا سيميو دخل الاستاذ يقول لكم الدراري اليوم الدرس طق هادي كنديروا لها بحال هكا والله الا شي حتى انا كنت مع هذا السيم ولكن ولا شي تبان ليا مزيانه علاش نقريو كنفهموه ومن بعد اخويا سيقرا اللغات كاع وفهم فهم العربيه فهم بلونجلي فهم بالفرنسي قرا اللغات من بعد كاع ولكن لي باس في الاول فهموا منك داك اللغه اللي كبرتي بها وسيرتو كان حنا الشوك كنا كنقراو كلشي بالعربيه وطلعنا سانكيا من راق الفرنسي اللي شريف انا اخو راه ما انا هيدز لا راه صعيب شوف مو نقولو تقرا بالانكلي كاع كاين اللي بالانكلي ما بقيتش متابع وانما اخي انا كنقول زعما هادي ماشي جمله ديالي هادي جمله ديال كاع خوتنا اللي ممكن يبلانيو ديفلوبمون ديال الدوله منهم اللي ديال من جرات يقول هذه الجمله هذه ديال ما يمكنش امه تقدم الا واستعملت اللغه ديالها قال زياده استعمل اللغه ديالها هي ما تنتفقش انا على هذه القضيه على حاجه وحده زعما حيت بحال دابا الا جيتي مثلا نهضر غير على الدومين ديالنا يمكن لك تشرح البنادم بالدارجه ولاني ما غتيحلوش انه يقلب فهمتي بالدارجه لا غتقول لي ديك الجمله ديال راه سمع ولدي راه هادشي راه لونغلي هي لا خصو بعدا خصنا نديرو مجهود انه خصو يكون مجهود زعما اللي تيدار ماشي ديال الدوله ولكن ديال الشعب ديال ماشي الشعب زعما غير حنايا ولكن زعما كنهضروا على العالم العربي كامل المؤسسات خصهم يكونوا تيديروا داك التعريب ديال لي دومين لا انا دويش اخي انت على التعريب دويش على التدراج لا الا كتناقشي العربيه لا الدرجه راه قريبه من العربيه يمكن لي ندير ترانزيسيون من الدرجه العربيه سهلنا لي ندير ترانزيسيون من الدرجه لونغلي فهمتي تلقى حتى المعلومات بحال دابا مثلا انت بحال دابا المكتوبه اللي قبلتك مثلا كامل اللي عندك انت لونغلي ما عندكش وقت انت تكتب بالعربيه
الا كان يكون ديال المعده هذا هو الاشكال شتي مع التعليل التعليل ديال شويه ديال ديال ما عنديش اخويا انا ما عنديش اخويا الاشكال اللغه خصها حلقه سي رجعوا رجعوا مشيتي مشيتي عام ولا عامين في الاستي عاوتاني مشينا زدنا هي صراحه باش نكمل هذاك ملي قريت عند داك البروف داك البريمير اني قريت في الدوزيام اني عند واحد البروف واحد اخر سميتها فاطمه زهراء جميح هي اللي كانت قراتنا كانت قراتنا لاناليز وشي حوايج واحد اخرين وكانت عجبتني الطريقه باش نسالو تفسر وتعطي الخاطر المهم حتى الطريقه ديالها مزيانه ملي مشات لتما هي اللي عطاوها تقرير جافا جي دوزو وهي سيرتيفيه في جافا جي دوزو دونك انا زعما ماين اللي مشيت لذاك القضيه على حيت هي كاينه تما مشيت تميزي على الاستاذ باش على الدراسه انا عارف بان الاستاذ الطريقه ديالو مزيانه تبعته هو شنو غيدير زعما كون كانت مشات لبلاصه واحده اخرى كنا نتبعوه طوب مشينا قرينا جافا جي دوزو كنا قرينا شي 8 شهور باش يعطيونا واحد السيرتيفيكا ديال لوغ بي بي تي طوب في الاخر مشيتي مشيتي خدمتي ما خديتهاش مشيت بلا ما خديت بلاصه واش خليتيها على يومين هذا راه مازال عندهم الا كانوا كيخدموا حتى انا واحد البي تي صغابر بقى عندهم تما حيت داكشي في التعليمات هي مش راه تيهم داك لي سكيلز اللي تزاد المهارات دابا شحال ما تيبقى شي شوف بحق الله اخي غسان الى السبب ديالو كفت واحد اللعيبه مهمه كنت باغي نديرها قلت لهم الدراري غادي ندير واحد الدوره في الافيليت ويقول لك ولكن هاد الدوره خاص تعطي شهاده ولي الشريف شوفني دابا واش انت باغي تعلم ولا باغي الشهاده حنا كان غادي يكون فابور فهمتي الدراري غادي ندير واحد الدوره في الافيليت وكذا كذا كذا ويقول لك خايسين ما تبقاش تقول كلمه الدوره ما تبقاوش تضحكوا على الناس لحقاش الدوره خاص تعطي بنادم الشهاده ما نقولش دخلنا حنا الضحك على الناس شهاده كذا خليك اخويا كيما انت ريح بلاصتك صافي انا اخي البي تي اس مشيت شديتو عرفت فكرت مشيت شديتو ولكن مشيت شديتو غير واحد النهار واحد السفاره بحال هكا قالوا لي اوكي انت باغي تكون مستمر في ديك البلاد حنا والله ما عندنا مع معلم الشكاره اللي عنده الفلوس حنا عارفين عندك الفلوس ولكن اتليست كنقبلوا الناس اللي قاريين كذا قلت لهم انا عندي بي تي اس قال لي اوكي جيبوا لينا ملي مشيت جبتو شنو في الخطره قالوا لي انت غادي تدير واحد كذا 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 ديالنا خاصهم هما يتصلوا بالمدرسه اللي عطاتو ليك والمدرسه اللي عطاتو ليك خاصها تكونفيرمي لنا باللي عطاتو ليك قلت له واش انت حماق واش انت غادي تدو مع الليسي ديالي انا راه خديتو في الليسي عازم في مراكش الصيف هذا ما كاين مي جاوك على التليفون يعني صدقوا شنو في الاخر ما وصلناش هذا الحل قلت له دابا نتوما لقاو معايا حل انا قلت له قاري قال لي شوف واش انت عندك شي اكسبيريونس قلت له ماشي عندي انا اكسبيريونس راه سنوات ديال الاكسبيريونس قال لي جيب لي دي زاتيستاسيون ديال طرافاي من الشركات اللي خدمتي فيهم قلت انا ما عمري خدمت في شركه انا كنملك الشركه قال عرفتي وقزت زدت ديك السيره كتضحك وتقول لي شوف دير لي راه خدمتي فيهم قالت لي دابا انت شنو غتمشي غادي دير قلت لها السيلز قالت لي دير لي بلي خدمتي سيلز مان هنا سيلز مان هنا سيلز ماناجر هنا جمع لي داك الشيء جيبو احسن من ديبلوم صعيب نفيريفي الديبلوم في الصيف قالت لي راه انا نقول لك اشنو هي البروسيدور والو كنقلبوا على النمره في الانترنت وكنتصلوا بهم تنقول لهم الله يخليكم واش قرا عندكم هذا السيد هذا سنه كذا قلت لها راه واخا يكون ما يرجعش للارشيف راه دير هي كوليتي الدوله ما هاديش تفيريفيو الدبلوم ديالي بهذه الطريقه هادي صافي هادي هي السبب علاش مشيت جبتو اما راه كان ممكن تجي من ساهل الامن المشكله ديال الشواهد زعما فهمتي بعدا على الاقل كما تنشوفوا حنا في القدم مثلا باش تولي طبيب خصك شهاده فهمتي هادي بيان سور ميمكنش تقول لهم انا راه تنعرف نفتح ما جاياش فهمتي جربوني ما داروش داروا شي مصاعب داروا تسمي هذيك تقول له دير هادي ولكن بحال دابا في الطيك وهادشي هذا يمكن لك دير هاد القضيه هادي وي وحتى في يوم فكرت في القيطه مره ما عمرنا كنا شي واحد جبنا ديالنا ما عمرنا قلنا ما عمرنا خا شي واحد كندخل مع الصراحه اللعيبه باش نشوفوا الباكو اكاديمي ديالو لا لحظه بقينا اكسبيريونس ولا عرفتي مع الدجاج راجل قال شفت ضيف البيرو عندها الباكالوريا الدراري مقبول زعما راك غير باس صاب للدراري شنو هنايا البي تي اس صعب لي كنت تفعت على البي تي اس 2008 السنة الدراسية 2008 شنو انت اخي تعرف هادشي 2007 2008 راه التسجيل 2008 2009 البي تي اس صافي هادي الباكالوريا بمقبول الكترونيك صبر كاين نقدر نلقى الدبلوم ديال البي تي اس حتى هو انا مع قاسم كندوي دابا وانا اني واي ما عارف انا في الشلل
راك محافظ على الورق. لا تنجمع اخي الورق كنجمع. سبحان الله داك الباك واخا كان كتبقى محافظ عليه. انت يا معلم هاي. البي تي اس. لا والله الدراري لا الدبلوم ديال لا الى فارين. انا نقول لك اخي بالعكس انا مآمن بهذا اكثر من الباكالوريا. انا كنت دزت واحد البي تي اس زوينه كانت بي تي اس انتيك انفورماتيك نوفيل تكنولوجي كومونيكاسيون. شنو كان خايف هاد البي تي اس كنقراو؟ كنا كنقراو الداب، كنا كنقراو البي اش بي، كنا كنقراو ماي اس كيو، كنا قرينا الريزو داش سي بي، يعني شفتي تخرج شي حاجه مفيده. كنا كنقراو فوتوشوب ديال كتسمع. اشنو كنا كنقراو اخر؟ شوف والله اخي الا كاع داكشي اللي قريناه حتى جينا احنا كنا فريدين. شتي البي تي اس والله اخي الا كان واعر، ولكن هاد الشعب هادي انفورماتيك نوفيل تكنولوجي كومونيكاسيون ابري تحيدات ولاو قالوا لي قسموها ولاو داروا الريزو بوحدو الديفلوبمون بوحدو كذا بوحدو. كاين اللي تيقول لي راه خديت بي تي اس في الريزو ما لقيتش خدمه. انت راك عارف المشكل ديال الريزو. الريزو راه اوطيل اوطيل شحال تيحتاج من واحد؟ واحد ماشي يحتاج حتى واحد، غادي يحتاج بارتر. وكيديروا بغيت تقول واحد وكتلقى خدام بزاف ديال زوبر. تيجي يضرب هذا وهذا وهذا وهذا. عكس ديفلوبر تنقول لهم الدراري ما تمشيش للريزو عاد بنادم اللي باغي يخدم تنصحوا هاد النصيحه هاد كتقول ليه ما عاد كنتي تبغي ديفلوبي شي حاجه ديالك ما عرفناش خايب. دابا الصراحه الريزو غيدوزك الديف اوبس ياك شي دوزو يونس من الريزو. الا كنت غادي تكمل الا كنت غادوز شي حاجه واحده اخرى. زعما الديف اوبس خصو يدوز من الريزو ولا من الديف فين اللي احسن؟ لا من بجوج الديف اوبس راه الديف اوبس ما عندهاش ما تيتقراش عندنا حنايا. ولكن زعما لا باز لي باز ديال الريزو ضروري تيكون عندك فو اوبس كونيكت لي ماشي. حيت الديف اوبس حيت الديف اوبس هو واحد خينا هو واحد خينا اللي بحال تقول حيت اصلا هذاك اللي تيدير الاوبريشنز في السيرفر وداك الشيء وكاين داك خينا اللي تيدير الديفلوبمون. هاد جوج الناس ما تيتفاهموش. جا خلاص واحد البوست سميتو الديف اوبس هو اللي تيعرف يهضر معاهم بجوج. تيجيو تقولوا انت حي الدراري يسمعوني هو اللي تيطلع الفلوس يوجد لهذا شنو غادي يدير وتيعرف يهضر مع هذاك. رجعوا رجعوا داك الشيء ثاني تيتمشى خديتي شي حاجه. هذه السيمو في الديف اوبس تقريبا لي ديفوبس في العالم دابا هما هما جو بونس هما اللي مطلوبين دابا في العالم اكثر من ديفلوبر. وهاد اللعيبه ما حاولوش تتقرا في المغرب ما تتقراش. وحنايا حنا تنقلبوا على شي ديال اوبس مريغلي. انا كاين الدراري من هنا يدوز الميساج حنا ما نقلبوا زعما ما قالاش حتى انا اخي درت ستوري تاعي ديفلوبرز حتى لقى بشكل كامل جوبز اتيو كام بونش. الدراري كنتي حتى ديفلوبر مريغلي كلشي جمع اي واحد مريغل ام حبابي. مونيد محتاجين جايز محتاجين معنا الديفلوبرز في يوكا ومحتاجين معنا ديف 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 اوبس في يوكا. صيفط في جوبس جي او بي اس هات يوكا دوت شوف. ندوزو اخي درتي 8 شهور سيرتيفيكا ما خديتيهاش شنو خصك انت تمشي تخدم صافي خرجت. انا باغي نمشي نخدمك صحه كنمشي نخدم كتقول لي لا خرجت مع عصير الخدمه شحال بينا وبين هذيك الساعه صافي. ملي خرجت من هذاك الاخر بعدا مشيت نقلب باش ندير ليسونس بروفيسيونيل ديك الساعه حيت ملي كيكون دماغك اصلا مقاد على داكشي ديال لي ديبلوم تتولي تابع شنو اللي منور علاش زعما ملي خرجتي من ستيج علاش ماشي تجي تخدم؟ واش داكشي الباجاج اللي كان عند فلسطين ما كانش كاين في سوق العمل واش ضررتي بعدا تدفع ولا لا؟ اول حاجه خصها تكون هو انه ملي تيسافر دير ستاج. انا درت ستاج في لافاك ستاج ديال الانفورماتيك في لافاك راه ما يمكنش دير ستاج في لافاك. انا درت ستاج ديال البي تي اس في الليسي فاش كنقرا البي تي اس ولكن كنت الوحيد في تاريخ البي تي اس. قالوا لي هاك قالوا لي شوف حنا محتاجين واحد السيستيم ديال جيستيون ديال لي زيتوديون كدا انت خليك معنا غير هنايا اول واحد غادي يدوز ستاج وسط المؤسسه ريحي قادو والله يسهل لك. وكانت مزيانه بالعكس اخي استفدت. والاغلبيه ديال اللي كتمشي دير ستاج بحال دابا حنا معنا الناس كيمشيو داروا ستاج في الولايه حنا مشينا درنا ستاج في لافاك هي نورمالمون خص ليستيا هي اللي تكون دايره هاد لي كونفونسيون هادو فهمتي تتشدك انت كتقرا ديفلوبمون خصها تكون دايره دي كونفونسيون مع شي واحد. صافي والله كون كانوا كيعطيوك كون كانوا كيقراو بي اش بي ماي اس كيو غادي تبغيهم في يوكا تقول لها جيب لي النقطه اللي بغيت نرجع لك ليها لانه كون كان داك خينا تتقرا انت شي حاجه ديال الاخر غينكلمهم هما بزربه يشدوه ويقولوا اوكي غنبقاو نشدو. مثلا كل شركه غيكون عندها 10% مثلا تتاخذ واحد الناس مثلا عندها مثلا يكونوا كان تاخذ 6 حتى 12 شركه اخرى تقطع 10 شركه اخرى المهم هو تيكون وونت وبالعكس يقدر يضرب 16 وراه تيتهاري منهم راه بالعكس هنا تما راه تضمن له تضمن لواحد النسبه الناس ديال
حيت باش نكونوا واقعيين، مثلا انت كتقري 60 واحد راه بيان سور ماشي 60 واحد غادي يخدموا في داك الدومين. وي راه كاين واحد النسبه ما تبقاش، كاين واحد النسبه اللي انتريسي. داك النسبه اللي انتريسي علاش من 16 راه ما يجلش من 16 غادي يقولوا له شوف نيت سالي اجي اه فهمتي، يوسف سافتنا اولا اجي كمل معنا. وسمعت اخي دابا ملي كنا في القهوه سمعت شي كونفرساسيون بيناتكم على شي واحد باقي كيقرا وبغيتو دابا هاد بعدا هاد القضيه هادي ديال انه باش يتبين لك بان البروغرام ديال الاستياعيان، وهو انه ملي ولاو تيخرجوا واحد داك سميتو بحال يو كود بحال تريسبونسر تيخرجوا داك زانكوباتور تيخرجوا تيشدوا ناس مثلا من هادو تيقراوهم هاد لي تكنولوجي هما بحال لي استياع ام بروغرام شويه ديال ديفيرون عليه وتيقريوهم داك لي تكنولوجي اللي غتخرج تخدم بهم. داكشي اخر ما كاين في السوق. يو كود فين كاينه؟ كاينه في اليوسفيه وكاينه في اسفي صافي انا عارف الجواب، انا كنسول الناس المريقين صراحه لي زيد ديال السياسه 13 فرونسيت فين كاين؟ كاينه جو بونس بنغري، كاينه في بنغري راه قريب قريب انا سمعت قريب هادو لي انيسياتيف ديال لو سي بي. صراحه لو سي بي يشكر على هاد اللعيبه باسكو لو سي بي كومباني زعما كبيره وتتسمع. وبارمي الحوايج اللي تبارطاجو معاها ان المغرب محتاج لي ديفلوبور ناضت صايبات دي زيكول ديال ديفلوبمون وكتفرو فيهم الناس جو بونس فور فري ياك تيخلصوش ما تيخلصو حتى شي حاجه مزيان العكس هي بالعكس هي اللي تتوكلهم وداكشي داخل فورميهم في دي تكنولوجي اللي بعد ديال الوقت توب ما فريمون الدري ملي تيخرج تما الا كان غير سما الا كان غير شوف اخي وراه واحد موفر ليه استاذ تيمشي يقرا 8 السوايع في النهار وكذا راه تبدل ليه في المقرر باش تزيد في تزيد في البروداكتيفيتي ديال لي ستي باش في الاخر هذاك بنادم راه هو ضرب الطريق ضربه واش المهم هو بغيتي يضرب الطريق جا وخونا ضرب الطريق صافي عمر ليه الراس بشي حاجه اللي يخرج يلقاها. وعندنا دابا جوج ديال الناس اللي راهم خدامين ديجا على يو كان باي خدامين معنا في يو كان باي خدامين خدامين زعما من يوكو جا من يوكو طوب جا من هاد يوكو دوز الباركور لي ستي جو بونس شو دوز يوكو وجاو في لابارتي ستاج عندنا كاع كنا كان بعدا جا الاول كان بدا معنا ستاج عالي كان جا معنا في الاول بدا بان الدري مريقل كمل معنا صراحه تبارك الله عليه سي افونسي مزيان هادشي تفرحنا انا والله الا قال هو عجبته ليكسبيريونس وشي عندي هو عجبته ليكسبيريونس قال لنا ما عرفتش واش هذا زعما واش بوسيبل ولا ماشي بوسيبل. انا بغيت نقترح لواحد الدري انه يجي حتى هو يدوز الكودين تشالنج حيت حنا عندنا واحد الكودين تشالنج ندوزو واحد البيتا اكزيرسيس باش كنشوفو زعما لي كونيسونس ديالك وداكشي فيو كان دونك مني اقترح علينا داك الدري ايمن كان حتى هو دري بريد تقريبا هو نفس المونطاليتي كانوا صحاب وداكشي وهذا نفس القضيه راه خدام هو اللي خدام معنا دابا في يو كان باي مزيان اخي هادشي شي حاجه زوين شي فهموا الدراري بان الطريق راه ميسر راه غير خص يكونوا دي بون بروفيل اللي فريمون مفوكسي على داكشي اللي كيدير ما كتلقاش كي حيت حتى في الداب نفس القضيه ترجعوا للاي كوميرس كتلقى هذا كيدير دروب شيبين اي كوميرس حتى في الداب راه ممكن تلف كتلقى راسك كتخدم في اي اس بي تلقى راسك كتخدم في باك اند فرونت اند ديفوبس الى تفوكسيتي في واحد لابارتي سبيسياليزيتي ماكسيموم 4 تقدر تولي ان ديفلوبور جينيور مزيان مؤهل انه يخدم في ستارت اب في شركات مزيان. وفي ذاك الباركور راه عندك واحد 5 سنين خصك تحضر الباص وتسمع وتاخذ نجي واخا نجي ولاد باقي تجهر بليا خديتي الشهاده جيت تخدم لا ملي خديت السنه انا بغينا نلبسك لا وانا بغينا نديرو كلشي ديال اول حاجه كتقلب عليها تخدم هي تقلب تخدم في الدوله دفعت نخدم في الجندار ودفعت نخدم في البوليس دوز بجوجهم بهم لي كونكور ديالهم وما تقبلتش ومشيت دفعت نقرا ليسونس بروفيسيونيل وما تقبلتش فيها مزيان مكتابه والله الا زوينه قلتها باش ماشي شي واحد ميت لا بان الريجكشن راه مهمه في الحياه راه ولا بد ان نقولوا لك لا وخاص اكسبتي لا ماشي النهايه ديال العالم يعني راه راه في الطبيعه راه 72% كيفشل في الصيد راه 72% ديال المحاولات فاشله هذا ما راهش تيجي نجيب لك انا راه تصوروا لنا اي نقطه بس تصوروا في نقطه هو اللي في الغزاله باش كيقول لنا السبعه راه بريك ما تيصوروش ما وحتى الغزاله ماشي سمارت ما قاميش جدا الا ما غادو كتشوفوا راه خمسه اخرين هذا كذلك اليوم اللي كريش هو اللي كيتقم
من موراها مشيت صراحه جلست في الدار، بقيت تنقرا تندير علاش جلست في الدار؟ واش كنت دفعتي بزاف قبلتيش؟ حيت كنت دفعت داكشي ديال الجوندارم وهذاك، ودفعت ليسونس، قلت انا ما يمكنش هادشي هذا، كيفاش ما سميتو ما تقبلش في الاجازه؟ واش بالديبلوم ديال ليست هي غادي تخدم وهذا؟ حيت بزاف ديال الشركات اللي كاين باقي عندهم داك المونطاليتي كلاسيك ديال تجي تيقول اش من ديبلوم عندك. مزيان حنا خيوص الا كانوا الشركات الاخرين بحال هكا غير يكملوا بحال هكا. الا كانوا تيقولوا واحد الحاجه الشركات تينيغوسيو معاك السالير ديالك على حسب البروفيل ديال من فين شحال طلعتي. انت باك بلس 2، باك بلس 2 دونك عندك واحد الترونش ديال السالير. الاخر جاي انجينيور واخا ما عمرو ما خدم وانت ديجا خدمتي، تياخذ هو تيبدا هو بواحد السالير ديريكت. فهمتي علاش؟ ولكن علاش ما تيتحيد؟ لا هادشي مازال كاين. لا هادشي كاين ولكن بدا، انا قلت بدا تيتحيد. حيت لي ستارت اب ماشي ان موديل كلاسيك. انا تنهضر على الموديل كلاسيك. الموديل كلاسيك وين مازال فيهاش. ولكن الموديل كلاسيك اخي راه عندك تعطيه واحد شويه الوقت هادي 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 ماشي هادي يحيدوه بزز. هادشي اللي كان قال لي ايلون ماسك، قال لي واش هو اللي كان قال لي الا تلقصونا الدولة تلقاتنا نديرو داكشي اللي كدير الدولار غنخويوكم. لا قال لهم الا الدولة حلت شركة ونزلت نفس في السوق هي الأولى غادي تسد. لا لا أشوف أخي الغفرمنت أخي عندهم واحد الحاجة زوينة، هي عندهم الفلوس. فهمتي شكون فين شكون اللي عنده الفلوس؟ كاين عند الدولة. ولكن ما تيعنيش أن عندك الفلوس راه غادي تقاد شي حاجة مزيانة، لأن راه أنت كتشوف غيقادو طواليط واعر وما تجي حطوا لها المانتونس وغادي تمشي غادي تلقاها فاشله على اعلى مستوى وتوسخات وتربجات وترونات. ولكن كلشي واحد يمشي يدير طواليط بريفي غادي تلقاه جالس قابله نقيه لانه كيدخل منها الفلوس وغادي تلقاه جالس. هذيك هذيك هي القوه ديال الكابيتاليزم. الكابيتاليزم تيدفعك انه انت تابع البروفيت، وباش تابع البروفيت كتصنع واحد البرودوي مزيان وكتبقى مقادو يبقى مزيان. الدوله ما لاغاش واحد جا قال لي لا خو انا جي نقاد الطواليطات احسن من داك خونا، عاوتاني الاخر قال لي لا هذوك راه ما قراوهاش مزيان، حنا جي نقادوها احسن من هذوك الجوج. حتى هي مهمه اخي، كاينه الفلوس. انت راه باش تقرا الامه ديال الناس كامله راه صعيبه صاحبي، راه الفلوس كتحرك غير خاصها تحرك بواحد شويه الاوبتيميزاسيون تعطي اخي شي ريزولت راه العامق. احنا واقفين على الديفلوبرز راه بصراحه اخي فيو كان راه واقفين على الديفلوبرز. شحال كتضرب اخي مونتروتيان باش تلقاو شي واحد صافي؟ بحال المهم تقريبا كل سيمانه تيكون عندك على الاقل تتلاقى بواحد ولا جوج في النهار. زعما هادو اللي تدير معاهم ديجا مونتروتيان، ماشي الاخرين اللي تيصيفطوا لك السيفيات. راه اخي صباح الخير على زوين. سير ندور لك الكاميرا. انا زوير واحد الصدمه. ولك دايما راك عارف السي مونتا كنقول لا خاصكم ديروا لي فور وكذا وكذا وكذا. هو دار زوير ويدير معايا واحد التشالنج، قال لي انت شوف غنخصو سيمانه للركريت. دوزنا 136 ولا 156 اونتروتيان يونس، بقيت عارف 136 اونتروتيان وتعزل واحد. وفي الاشكاليه فين كاينه؟ هذاك السيد اللي تيجي عندنا كودين تشالنج انا تنقول بان راه شي حاجه ملي كنت تهضر مع الدراري تقول لك راه كودين تشالنج بسيط، يعني ديفلوبور اللي عنده لي نوصيون دو باز خصو يصايبو فواحد 3 سوايع ديال الخدمه، ما كتلقاش عنده ماك ليباج. لدرجه ان واحد الصدمه كنت صدمت فيها مؤخرا واحد الصاد ريكوموندانينا عند واحد الصاد بيست ديفلوبور اللي كاين في المغرب، ملي عطينا الكودين تشالنج ديالنا ما صايبوش. وشنو اخي زعما الكودين تشالنج ديالنا صعيب؟ لا انا دابا تناخذ العياده ماشي صعيب. وفي واحد حيت الكودين تشالنج ماشي الهدف هو تخرج، تقدر تعطينا الريزولتا غالط ولكن كنشوفوا لا ميثودولوجي ديال كيفاش انت كتبتي داك الكود. لا بحال دابا مثلا في داك الكودين تشالنج كيكون واحد الريدمي، واحد شنو خصك دير ريزانستركسيون. في داك ريزانستركسيون تنقول لك مثلا بان الكودين ستايل مهم، انه الطريقه باش تكتب ما تكتبش عشوائي، رجع للسطر فوقاش ما بغيتي ودير الاقواس فوقاش ما بغيتي. كاين الكودين ستايل شتي اول حاجه ما تيديرها فخ كاين في كودين تشالنج، بعدا نقول لها الدراري ديما نقدروا غيتفعوا هذيك الريدمي كاين فيها اكبر فخ هي الريدمي الكودين تشالنج. تنقولوا لك الصاد قبل ما تبدا هذا الكود ما تقراهش، انت كتقراه كنقولوا لك كتب الريدمي الكود ديالك، تنقول لك هذا الكود اللي عطيتينا كتب لينا كيفاش يخدم. كتلقى واحد 80% ديال الناس اللي كيصيفطوا ما تيكتبوش لك الريدمي. هذه اليمناتوار كتقول لك السيد هذا راه اصلا ما قراش شي شيء عطيته. دونك راه قلت لك نتفخ دابا تصدق كلشي غيولي كلشي هذا وليت كنتمنى هو كلشي يكتب على الاقل ندوز الفخ الاول باش ندوز لذاك الشيء الاخر. دونك هذه القضيه اخي السيم راه حنا لدرجه انا وياك واحد المره راه بغينا نفكروا نصيبوا ايكو. والله انا وبيساني ديال قلت لها انا راه تبقى تقول لي ما كاينش
ما كاينش فينا هو الحل. الحل هو اجي نبقى اجي دولنا مع زوير حطينا شي مقرر شي بلان وهو يونس ويمشيو يعبروا شي شهر يحطوا المقرر كامل يقدوا المقرر ونمشيو نقراو الدراري اللي غادي يخدموا يخرجوا يخدموا حنا الاولين محتاجينهم. بقاو حنا ما كاينش ما كاينش ما كاينش ما كاينش ما جاتش وهذا الشيء راه غادي فيه في الاول ما غاتكونش ليكول مي غاتكون اون بارتي فورماسيون كيما غنوصل نديرو انكيباتور عندنا في وسط يوكان نجيبو ناس اللي فريمون تيبان لنا فيهم عندهم سكيل شويه صعبة فيهم فورميهم واحد 3 ولا 6 موا وندخلوهم ديال شي نسول نسول يونس واحد السؤال نسول يونس واحد السؤال مي كنقولوا اخي واحد فيه الطو زعما شنو 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 زعما انجل شنو قال غيسان نجيبوا شي واحد فيه الطو ونزيدوا وهو هو كما مثلا قلت ديما داك المثل ديال داك المثل الجبلي شنو تيقول اش كيقول زعما ديال الجبل انا عارف مثلا الجبلي تيقول لك الخفا اما الصنعه ملحو ام الحو فهمتي بنادم الا كان فهمتي الا كان غير خفيف البروغراماتور كما قلت لك قبيله راه هذاك غير لونغاج الا كان دماغ خفيف راه كاين واحد اللي تيكون دماغ خفيف فيما حطيتيه تيبان فهمتي واخا تقول له دماغ خفيف شنو هي المقصود بها اخاي دماغ خفيف مثلا عطيتك الريتمي قلت لك مثلا ان تشوف هذا وصافي خصك تعرف بان مهما داك اللعبه مكتوبه انه خصك دير الريتمي في داك البروجي ديالك معناتها انه راه غيتش هذاك اللي غيشوف الكود راه غيشوف داك الريتمي واش كتبتي دونك انت ما ديرهاش فيه كاع فهمتي يعني علاش انا انت ما درتش لي فور انه تكتب داك الريتمي يعني واخا تكون النتيجه غلطه ماشي مشكل المهم هو النتيجه راه في الاخر داك الكود انت ديرو ماشي هو تصايب داك غنشوفو كيفاش كتفكر حيت الديفلوبمون جو بونس يونس يقدر يتفق معايا في 80% اناليز و 20% كود ما يمكنش كنتي يمكن كامل الكود ديالو الا بغيتي تكتبو يمكن لك تكتبو في سيمانه الا كنتي عارف شنو غادي تجي عارف باش تكتبو في سيمانه ولكن راه داك الكود تكتبو تيتاناليز و تيتقاد بواحد المعايير الا ما عندكش راه كتفشل داك الكود ينشالش ريح شي بالدار رجعوا اخي عاوتاني جيتي ديك السيرتيفيكا بعد 8 شهور ريحت في الدار صافي رجعت للدار كنت المهم كنت ديك الساعه يلاه صافي غير البيسي في الدار ما كانش عندنا الكونيكسيون في الدار كنا في ديك الساعه كنت تمشي للسيبر تهز داكشي في اليو اس بي تجيبو معاك تجيبو معاك للدار تصبر قراعه عاوتاني ملي تيتسالى داكشي تولي ترجع راك عاقل هاد السيمانه اللي كنا كنسكرابيو لي سيت باش تخلي عندنا اش تي تراك تاع حنا دوزناه اخي يونس الى شونس علاش طلعوا لي ديفلوبور بزاف ديك لا بارتي باسكو كاين الكونتنت لاكسي ليه قليل ما كاينش اليوتيوب ما كاينش الانترنت ما كاينش التيك توك كتجلس تسكرولي تسكرول لي فورماسيون كتعملو لي سمي كدوز عليهم كاين ما كتزكرتش حتى اش تي تراك كتقول لي ما تنشارجيش عقل عليها لا واش تي تراك تقول لي ما تنشارجيش ليا لي زيماج الكونتنت برر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 ر
صحاب تيسكت واحد 44 ميجا وفي واحد 38 كتبين على ديك واحد 44 تتهزاو كتمشي للدار عاوتاني كتدخلها كتحطو ترجع عاوتاني السيبر جز وتجي وتحط السير عاوتاني هز وتجي وحط وكنستعملو داك السبليتر سبليتر وقت تلقاها 8 ميجا كتقول لك اسمع لي الله يحفظك وتتجي للدار كتبقى غادي جاي عندك ديسكيته وحده غادي جاي غادي جاي غادي تثبت ان وفرت المعلومه ما عمرها كتعطيك زعما بزاف ديال الفيزيك وي المعلومه قليله وكانوا الدراري فريمون تيخلي ديك المعلومه تيديروا بها شي حاجه زعما اللي بغى يقرا ديفلوبمون راه يقدر جو بونس في 6 مواه الا كان عنده غير المنطق يقرا ديفلوب زعما من الحوايج اللي كان اللي كان عندي زعما انا فيهم الزهر زعما فهادشي كامل كان عندي فيهم الزهر بزاف هو انني تعلمت لونغلي بلا ما تعلمتها فهمتي ما كنتش ما مشيتش جلست وقلت اوكي غادي نجي دابا غادي نتعلم لونغلي فهمتي كنت مبلي كنتفرج في الافلام بزاف كنت يعني كنكونسومي الافلام ولكن كنت ولكن كتكونسومي بلونغلي كنكونسومي بلونغلي ولا كنت غير المذاك لهم ماشي صوم مزيان انا وي راه المراكنه كيطلق لي نتفليكس بالفرنسي وتيدير ليه الترجمه بديك السبتايتل بالعربيه كتقول لي انت اش كدير في حياتك انت كتقتلها كتعذب راسك صافي هادشي اللي كدير الفرنسي نساه دير لونغلي ودير السبتايتل بالعربيه ومن بعد قلب السبتايتل لونغلي سولتنا بعدا سولف بعدا على لاطا والله داك ملي تكون عندك شويه ديال لونغلي انك تعرف تقرا وتعرف تكتب وتعرف تسمع تعرف تكونسومي المعلومه تعرف تقلب في جوجل تعرف دير بزاف ديال الحوايج هادو من الحوايج زعما انك ملي تجلس في الدار تلقى ما دير يعني تتقلب على شي حوايج وتجي مثلا بحال دابا مثلا من الحوايج اللي ما تيتقراوش في ليستيا هو انه كيفاش تخدم بلينكس فهمتي خصك تكون تقرا في ليستيا هذيك ضروري السيستم ديال لينكس اي واحد يكون كيخرج من ليستيا يكون تيعرف انستاليه يكون تيعرف يكري لي بارتيسيون دوي البوت يدير داك المهم تيعرف يدير بانيراسو في السيستم ديال لينكس فهمتي هادي تامر ليستيا عاد عرفتها انا بان راه خصها تكون عندك ضروري السيستم اللي تيقررنا في ويندوز حيت
حيت هي الكونفونسيون اللي دازت عاوتاني. ميكروسوفت ميكروسوفت كتخرج ويندوز وملي كتخرج ديفلوبر ما يمكنش ديفلوبي ويندوز علاش نقدرش ويندوز انا مثلا ما تنقدش نخدم فيه. لا انا تنقول لك شي تعجبك في ويندوز تقول لك انت سامبل كذا كذا كتقول لك كاين واحد كاين لا هذاك سامبل كتقول لها كاين واحد لينكس سميتو لينكس مينت سامبل حتى هو بحال راك في الويندوز وفيه الواين حتى هو هذاك الواين لا شوف هذا كاين كتزعم ويجي يقرب يحط رجليه ويمكن يحط رجليه في لينكس واحد الوقيته ما كيقدرش باقي يرجع للويندوز. انا ما يمكنش اصاحبي نخدم بالويندوز واخا ما عرفتش شنو يدير والماك تيجمعهم جوج فيه داك اليو اي ديالو مزيانه وفيه وفيه في نفس الوقت داك زعما الباور ديال لينكس ممكن تخدم به. دوزت خير وسعام شحال دوزت في لوطو فورماسيون المهم دوزت شي شهوره دوزت حتى شي اربع شهور ولا هذا كنت بقيت اون كونتاكت انا واحد الدري صاحبي واحد جواد كنمشى هاد الدري صاحبي جواد كنقلب الدومين مشى دار التليفونات وهو بحكم انه عنده ديجا قرا ديفلوبمون كان مشى تيدير هو اللي تيصلح لك الساعه تيصلح لك السوفتوير ديال التليفون مزيان ملي كان مشى تما عنده داك النوليدج ديال ديفلوبمون مشى حكمها تما كيما كنقول والو فهمتي وجاب واحد البروجي واحد سيت فيترين ديال واحد السيد بغى يصاوب كنت صوبته انا وياه صوبناه بالبي اتش بي ولا اش تي ام ال وداكشي مزيان مشى هو لا ما يمكن صوب لا بس ما عمرني ما عمرني صوبت فيه في حياتي شي حاجه عمرني درت به شي حاجه كاع هي هذيك صافي خدمنا داك البروجي ما عرفتش شحال كان شد فيه شي 2000 درهم ولا شي حاجه ما قسمناها انا وياه هذيك اول مره تنخلص فلوس الكور اول مره تنخلص شي حاجه في الديفلوبمون يعني شي 1000 درهم جات هكا تقريبا مزيان صافي وليت رجعت انا كملت كنت ديك الساعه تنقرا على داكشي ديال الفريلانس داكشي ديال الكونتنت وهذا ودفعت لواحد الشركه في فاس بديت نخدم معاهم دفعت قالوا لي المهم بحكم انه الدبلوم ديالك ليستي وداكشي وكتدخل بواحد الصالير مشيتي ديريكت من الخدمه هكا غير دفعت له غير دفعت له معك انا غير طونطيت زعما صوبت السيفي ديالي هذا السيفي هذا هو اللي غادي نبقى نصيفطو اكبر غلط تدير هو تصوب سيفي واحد للجامع تدير سيفي واحد تدفع لاي بوست تدفع له بنفس السيفي فهمتي هذا غلط خصك كل حاجه تدفع لها خص تقول فيها لي كاليتي ديال ديك الحاجه اللي باغي انت هي ماشي بلا داكشي ديال الوزير ديال السفر وقراءه الكتب السباحه هو هي هذيك المهم صافي بديت خدام مع داك الشركه درت واحد بيريود دو ستاج انا رجعت القضيه ديال السي في خيرو سي باش نقاطعك راه مزيان الدراري يفهموا بان السي في اول كونتاكت مع الشركات يعني داك السي في خصك تعطيه وقت مزيان تقاد راه حنا ملي كيجيو لي زوفر حتى اللي كيجي صبر دور لك الكاميرا باش نهضروا على القضيه اللي كيجينا شي اوفر ديال شي واحد كيسقط لنا السي في ديالو ملي تلقاو صايب الانسان فينا وورد مزيان الدراري فهموا الميساج ملي غتبغي تدفع شي اوفر دو بلو هذاك السي في عطيه واحد الوقت عطيه واحد 24 ساعه قرا على ديك الشركه اللي غتصيفط ليها وحاول ما امكن السي في ديالك يكون كيجاوب واحد 80-90% على داك الشيء اللي باغي منك دوك الناس كاين حوايج اخرين ما عندك ما دير بهم سير خايف انسان لا بارك صافي صافي انا عارف قد البوان السي في باش ما نساوش ماي ميو حطيتو في الكادر ديال الموضوع اللي سباك صافي خدمت قلت لكم مع داك الشركه هذيك في الاول درت معاهم ستاج ديال شي 3 شهور زدت معاهم واحد 6 شهور واحد اخر هي شي 9 شهور صافي موراها ساليت معاهم رجعت للدار عاوتاني نفس القضيه تتوقع عاصف في البيسي بديت ديك الساعه الفريلانس وبديت نكتب لي زارتيكل في واحد البلاتفورم داك البلاتفورم حتى هي تتخلصك على كل ارتيكل كتبتيه ومنها هي ديك طلقت يدي في لونغلي مزيان يعني طوب وليتي كتكتب دي زارتيكل كتكتب لونغلي مزيان كانوا تيخلصوا حتى 250 دولار على كل ارتيكل 250 دولار هي 2500 درهم مزيان هي الشركه الاولى اللي خدمت معها انا اصلا كنت تنخلص 2500 درهم في 3 شهور اللي كنت جاي في فاس اللي في فاس شي 2500 درهم في الاول مورا وليت تنخلص معاهم شي 3500 ولا 3700 درهم في الاول
خرجت ليا هذيك كنت فريلانس وداك الشيء كنا ديك الساعه تنخدموا فريلانس فكان ديك الساعات مازال اوديسك كانت فريلانس بوانك فريلانسر بوان كوم كانت داك واحد ايلانس داك ايلانس في التالي هي اوديسك تجمعوا ما بيناتهم وداروا ابورك ابورك هي جوج الشركات تجمعوا ولا ابورك ما عنديش الفكره كانت هي ايلان كانت ايلانس وكانت وكانت اوديسك التالي ولاو دابا ابورك هي اللي معروفه صافي ضربت واحد المده وانا خدام هكاك ودفعت لواحد الشركه في اكادير عاوتاني عرفتي في اكادير باش دي بلاصه من فاس لاكادير راه شيت اكثر من 800 كيلومتر اخي ممكن مزيان كان لا عرفتي تجي يمشي شي واحد كاع يتخير هاد الهضره هادي بحال راه من فاس لاكادير بحال سافرتي للمجره بحال راه صافي كنا من المغرب للتغرب لا لا عاوتاني كنقول لك زعما حيت باش تهبط غير باش تهبط زعما من فاس لاكادير باش تولي ترجع لفاس مثلا غير تشوف مالين الدار تجلس معاه هو ماشي ويكاند شي حاجه راه ضربت 8 السوايع ديال الطريق ديك الساعات ما عندي ما عندي لا طوموبيل لا والو يعني تشد الكارتي درت شي 10 ديال السوايع تبارك الله وداك الكار كنت كنمشي فيه غير في الليل باش نمشي ناعس باش النهار النهار تيدوز طويل باش تكون الشمس حتى تكون واحد الشمس وتكون انت جاي من جهه الشمس عاوتاني يا سلام مشكله عرفتي صافي خدمت مع داك الشركه اكادير شي 5 شهور ما تفهمناش شحال كان الصالير على بغيتي تجيو الصالير لا ما عنديش مشكل في هذا الصالير كنت تنتخلص معاهم شي 4500 درهم ديك الساعات مزيان كنت انا في الاول هذه بعدا بوغ انفو زعما الناس زعما اللي تيكو عادي بداو ملي كنت مشيت نضر معاهم كنا جلسنا نيغوسيو الصالير وكنت انا قلت لهم انا نبدا معكم ب 6000 درهم كانوا قالوا لي لا 6000 درهم بزاف ما يمكنش نبدا معكم قلت لهم انا قلت لهم علاش قالوا حنا مازال ما عارفينش كي داير نتا كذا قلت لهم انا صافي في الشهرين الاولى ما تخلصونيش الا كنت هو هذاك نكمل معاكم وغنش هو هذاك صافي نمشي بحالي بلا ما تخلصوني زعما فهادي اجي اخي تيدير شي واحد اللي عارف راسو ناض لا حيت ما عندكش الربح نتايا اصلا الا كنتي في كلتا الحالتين رابح الا كنتي ما تستاهلش داك الصالير هما ما غاديش يتعاملوا معاك مزيان الا كتشوف حتى لي انك ما تستاهلش فهمتي والا كنتي فريمون تستاهل داك الصالير غادي يعطيو عليك وغادي عليك وغتجلس نتايا تمايا وغتشوف راسك واش غادي تستافد يعني في كلتا الحالتين رابح زعما في هذه المعادله الا حسبتيها وي المهم قالوا لي صافي نبداو 4500 وداك الشيء هذا ومن بعد غادي هذا ملي جينا نيغوسيو الصالير في التالي ما تفاهمناش حيت المهندس المهم كان واحد الكونفلي على حساب هذا الشيء هذا صافي رجعت في حالي من اكادير رجعت لفاس عاوتاني كملت فريلانس وداك الشيء ديال الكونتنت بقيت خدام صافي ديك الساعات فهمتي بحال تقول شديت راس الخيط ديال الديفلوبمون داك الشيء ديال هذا شنو غادي ندير مشيت من موراها ودفعت واحد الشركه في تركيا يلا بديت معاهم داك الشيء دفعتي لهم اونلاين صافي غير اونلاين كيفاش جاش بان لك شي انونس ولا كيفاش بدات القصه كان واحد السيت ديال جوبز هو اللي كان تيحطوا هذا كنت شفت انا داك لوفر وداك لوفر واحد الشركه تركيه وكانوا داروا بانهم زعما تي اكسبتيو الريموت وداك الشيء قلت انا مزيانه ريموت يعني تخدم من هنا في المغرب ريموت يعني تخدم من المغرب غير اونلاين كنت بديت الخدمه معاهم يلا بديت خدمت معاهم ماشي بان لك شويه لازم تغابه باش اي واحد يفهم لا خاصك عارف ريموت كنسمع يومين عندنا في البيرو ولكن دابا اعتبرني انا شي واحد فهمتي لا ريموت يا ديستونس يعني كنطرح الاسئله اللي كنطرح شي واحد اول مره الناس كاملين غيكونوا توالفوا بالريموت مع داك الشيء مع الكوفيد غيكونوا تفهموا زعما فهموا شنو هي ريموت بديت معاهم كنكونطاكتاني الغيساني داك الساعات كنقال ليه زعما تجوين لينا في يوكان وداك الشيء هذا كان داك الساعات نيكست ميديا قلت له انا غير ديجا خدام وهذا ولا نبقى كونطاكت قال لي صافي ها مرتي هذا نبقى تبادلنا شي حاجه شي ملي كنتي خدام معاهم ريموت ولا ملي مشيتي عندهم لا كنت خدام معاهم ريموت داك الساعات وملي مشيت لتركيا كنا ولينا هضرنا قلت له راني في تركيا دابا راني خدام معاهم كنعيطوا لديك الشركه نمشي عندهم تما للبيرو كيف كانت تلقاي الحياه في تركيا؟ مزيانه الصراحه مزيانه زعما تركيا انا مثلا ما عجبنيش زعما نعيش فيها ولكن كاين زعما الناس اللي تعجبو انا ما جانيش داك ما عجبتنيش زعما بزاف شنو اللي ما عجبكش ما عجبنيش باسكو كيخص يجي يخدم فيو ما عجبنيش شي حاجه لا صافي لا معناتها انا اخي ما عجبتنيش فهمتي انا سولتيني علاش ما عجبتنيش نقول لك كنحس براسي ديسكونيكتد دوله واعره الشعب ما كيدويش لونجلي مع من اجي ندوي فهمتي واش كنقول جوجل ترانسليت عاد اسمع هو شي بغي يدوي تنقول له صبر ورك دوي غنترجم سمع اش صاحبي هاد واحد المره انا تلفت ما لقيت ما لقيتش كون مسول شتي هاد الشيء انا شوف تركيا واعره خاي شتي داك الشعب وحق الرب كل مشى دار واحد البروغرام ديال يقراو لونجلي ويطلع الشيء الجاي قاري لونجلي
والله اخي تيحتلوا العالم. وراه نفس القضيه. شوف هما باقي قمه حنايا راه الا شديتي واحد الجيل وقريتيه لونجلي راه يطلع لك واحد الجيل نار. فهمتي باش ينفتح تكونسومي المعلومات، المعلومات كاملين كاينين بلونجلي. الفرنسي مات. الفرنسي اصلا كانت ميزة. الفرنسي صراحة غير الشعر. لا الفرنسي مات. صراحة إلا تقول شي شعر ولا شي حاجة تجي تجي. صراحة هذا الشيء اللي كانوا زعما واعرين فيه. أييه صافي شي. الشعر والهيبات. المهم أخي مع المعلومة راه والو، راه المعلومة بالفرنسي راه ما تلقاش. ولأن هما راه تيديروا مجهود أنهم يبورتوا المعلومة من لونجلي للفرنسي اللي عندهم، باش أنهم ما يبقاوش. شوف أخي أنا كنسمي هذاك الغابة. دابا الشينوا كلشي كترحلوا اخي يقرا لونجلي، الدول ديال اسيا كلشي كترحلوا لونجلي، بحال قلت اجي نتوحدوا على شي مذهب، واحد خونا باقي شاد في ذاك المذهب ديالو وعارفو كيموت. لا عاوتاني اللغه سيمون. دابا نزلنا في الفلبين، نزلنا في دبي، هاي دبي ما بقاتش الهويه، كتلقاني دبي انا مغربي مع صاحبي مغربي، انت اخي غيسان راه حضرتي كندوي لونجلي، كتنسى راسك، تقول ليه الشريف درج راح يرجع. عاوتاني كتلقاني نجي ندويو باش تمشي هنا عاوتاني. ما تعرف في الخدمه حنايا راه بحال دابا الا دخلتي سلاك ولا شي حاجه كتلقى كلشي تيدوي بلونجلي، ما تلقاش الكونفرساسيون في البيرو في البيرو ديالنا كتلقاها بلونجلي. يعني لي ستاند اب دابا ولا داك لي ستاند اب هما داكشي اللي تنهضروا عليه في الصباح تنوقفوا باش نهضروا، داكشي كلشي تيهضر دابا بلونجلي، منها تتطلق ومنها تتولي ابيتيود تتعلمها. وي 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 دونك خيرونس مشيتي لتركيا؟ مشيت لتركيا كان ولا كونتاكتاني الغيساني، رجعت للمغرب. من رجعت من المغرب ضربت شي شهر ساليت مع داك الشركه هذوك، ملي ساليت معاهم واش ساليت معاهم ما عجبتكش الحياه في تركيا وسميتو ولا ما صافي مابقاش بالك في الخدمه بالك ما احسن؟ ما عجبتنيش واحد الهضره كان قالها داك مول داك الشركه هذه. اشناهي كنا جالسين واحد النهار، دابا انا كنت مع واحد ساكن انا واحد تركي، وكنا خرجنا المهم خرجنا وداك مول داك الشركه وشويه ديال الناس اللي خدامين معنا شي ثلاثه الناس ولا اربعه، وكان واحد الدري سميتو صالح، كنا كنهضروا هما تيهضروا بالتركيه بزاف وبزاف وشويه بالانجلي، دونك كاين شي وحدين فيهم ما تيهضروش بالانجلي مزيان شي وحدين تيهضروا، دونك انا ما يمكنليش نهضر مع كلشي، يعني غير واحد الناس هما اللي يمكن لي نكومونيكي معاهم حيت تيهضروا بالانجلي. فالتالي ملي سالينا داك الفيوسا ونضنا قال لي راه داك خينا زعما مول الشركه، قال لي راه قال واحد الهضره قال راه ما عجبتنيش وما عرفتش نقولها لك، قلت له قول زعما عادي، قال لي راه قال بانه اليد العامله زعما من الجهه ديال العرب تجينا رخيصه، قال لي دونك غنبقاو نجيبو اليد العامله غير من الجهه ديال العرب، فهمتي؟ وانا هو العربي الواحد اللي كنت عندهم تما، ومع العلم انني كنت خدام معاهم ريموز ديك الساعات وكنت تنشد شي تقريبا شي 11000 12000 درهم. اوكي ومي مشيتي تما تزاد ولا بقات هي؟ لا بقات هي هذيك البطيئة اللي حسبت معهم زعما نفس الكونترانت وخيرا تكري هنا خص من تمشي تكري تما. جو بونس كان عاطين هو الكا. لا ملي مشيت لتركيا كانوا هما كاريين اللي هما يعني طمع فهمت لا هو غير المغرب قلت غير البلاصة هو صاحي 12000 درهم في 1200 دولار عندك شي 1100 دولار هكا 1100 دولار اخي في تركيا تعيش في المغرب والله اللي تجيب تركيا دابا تعيش اما المغرب راه صافي ومع الكره هما عاوتاني كانوا كاريين يعني ما انت ما غاتقلب على كره ما غاتقلب كره ما غادير اميناجمون ما والو ما تشري حتى شي حاجه. المهم على داك الهضره هذيك انا ما عجبتنيش من رجعت للمغرب وصيفطت قلت لهم انا ما سالي ما بقاش خدام معكم صافي الله يعاون الله يعاون. خصنا وانا ندبس لا صيفط لي شي كادو للبيرو خلاص من الشركه صيفط لي شي كادو وبالعكس نقول له باي يونس الله يلي شوف منورا خي ما كونتاكتك الغيساني رجعتي للمغرب رجعت كونتاكتني الغيساني قلت له راني ساليت مع داك الشركه وهذا قال لي صافي نتشوفوا تجي عندنا سميتو للبيرو داك الشيء طلع تلاقيتهم كنضحك على حقيقه تنتفكر داك الفيديو ديال اجي نعاود لك القصه كيفاش بدات في المغرب جا عندي واحد السيد سميتو الغيساني الغيساني هو معيط بالبيرة لا غيساني هو اللي تيكون داير داك الكافيتش وتيخلط على شي واحد تيهضر هي هذيك صح بقينا تنهضروا انا وياه زعما فهمتي تفاهمنا هضرنا الطريقه كيفاش تيخدموا كيفاش يتعاملوا فهمتي ما كاينش مشكل انك تخدم ريموت في الاول كان داك ساعات الريموت عندنا ماشي مشكل البروجي زعما كان مزيان عجبني تلاقيت مع زهير حتى هو هضرنا فهمتي كاين كما تنقولوا واحد الكونيكسيون تتحس بواحد الكونيكسيون كاينه صافي بديت معاهم وزهير حتى هو تبارك الله زهير تبارك الله عليه زعما كا هو خيوان زعما كتك وكبنادم
فهمتك؟ وهذه هذه مهمه حيت بنادم راه ممكن صعيب تشوف السكيلز ديالو واعر في التاكل كاين كبنادم ما مزيانش وهذه ما كتكيتي الخدمه واخا يكون واعر كاع وكتكيتي الخدمه حدك زعما كيعقلو ماشي صح حتى نقولو مزيانين ولكن هادو بارمي زعما الحوايج اللي خصهم يتبدلوا في الستارت ماشي في الستارت اب في الشركات لا 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 بعد بعد لينا حنا كاع على الشركات بروفي باغي خدمه برو واحد خدام راه واخا تكون سكيلز ديالك واعره ولكن على اساس اه يقدر يكون كيفاش كتهضر كيفاش كتماركاش كيفاش دير راه زعما خص الكومونيكاسيون خص بنادم يكون فهمتي تيراعي الاخر فهمتي الحاجه اللي ماشي شغله ما تيدخلش فيها فهمتي تيحترم الاخر كهو شنو هو الاخر ماشي داكشي اللي تنقول انا وصافي حنا دابا كاين زعما لي ديفلوبور كيجيو عندنا كتلقى صراحة افونس وعندو اكسبيريونس مزيان ولكن متيبغيش يبدل الطريقة كيفاش كنخدم بحال تيبقى في داك الزون كونفور ديالو كتقولي طبيعة الانسان تيبغي يبقى مزيان كذا اجي ها كيفاش كنخدمو بهاد الطريقة بهاد الطريقة تقولك لا خويا انا راه ممكن نديرها لكم بالطريقة باش خدام وطلع واعر كتقولي شتي الفرنجي كيسان طلع واعر كاين واحد البروسيس كاين واحد حتى نخدمو بواحد الكومن ويل دي بون بينو واحد الطريقه كيفاش كنخدموا حنا يعني ممكن مثلا الكود ديالك برك دور الكاميرا باش ما نركزوش على هذه لا لا سير 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 هذه القضيه الكومي وين تنخدموا بها باش علاش باش اي واحد معنا في اونتربريز جا ما كنتيش انت غايب ما جيتيش مرضتي سافرتي وكان شي مشكل في داك لابارتي الكود ديالك تيدخل تيقراها تياناليزيها تيكوريجي تيديبلواي وتتفيكس الامور ملي تيجي شي واحد مدوز واحد الاكسبيرونس تي كومونتي زعما تي ديفلوبي بطريقته هو يا واحد ليك وكتجي كتقول ليه راه غنبدلو هاد الطريقه خاصك تفهم معنا بهاد الطريقه كاين بزاف الدراري صراحه ما تيأكسبتيوش وهذا تيكون زعما تيكون غوفي ما تيدخلش على ود تعب واخا السكيل ديالو مزيان وناضي وكذا خاص ديفلوبي يتعلمو بان راه خاصك تخرج من الزون دو كونفور ديالك حنا مثلا تنتشالنجو كتجي كنعرف شفتي نبارطو وكذا كتكون خدام مثلا في الديف كتكون خدام ما عرفتش شي ثلاث ليات ديال الفريم ورك ديال شي فريم ورك ولا شي حاجه غناخدو مثلا ووردبريس تنقول لك شريف حنا ما بغيناش تخدم ووردبريس بغيناك تخدم بهادي ناتي تيقول لك لا راه ووردبريس نطلع لك في ساعتين يا ودي ما بغيناش في ساعتين حنا بغيناها في 24 ساعه ولكن دير لنا بهاد الطريقه تيقول لك لا انا نخدم غير ووردبريس الا ما خدمتش ووردبريس ما تصدقش موالف يدوز من ديك الطريق باغي يبقى يدوز منه قلت لك اش تقول لك المهم هذه في اطار رجعوا اخر رجعوا 2017 صبر ندور الكاميرا 2017 جون يو كان جوينيت ديك الساعه نيكست ميديا نيكست خدام على البروجي ديال يو كان هو من داك الساعه من تما بدات المغامره تلاقينا بك نتايا الله يعزك لا لا ما كانش عندي معاك في الاول لا راه انا ما عنديش مع راسي داك اللي كيبان في الويب لا هذاك اللي كيبان في الويب انا ما عنديش معاه حيت لا والله الا مزيان تعاودينا على القضيه يوز دابا انت علاش ما كانش عندك مع السيم اييه علاش ما كانش عندك مع السيم ولايف هي في الاول هي قبل من داك الشيء انا كنت مشيت جربت ندير لي كوميرس كنت نجرب ندير لي كوميرس انا واحد صاحبي كاريان كنت فشلنا فشلا ذريعا في لي كوميرس قبل ما تكون الدوره ديالي وقبل يو كان قبل من يو كان داك قبل ما نجي ليو كان اش لي تنقول قبل ما نجي ليو كان شي عام يعني كنت كنقول انا زعما لي كوميرس نجربوا لي كوميرس وداك الشيء زعما بارت تايم غادي نتفاو على الولي البروداكت انت ساهل حيت اصلا كتكون في دماغك حافظ البروسيس شنو هو البروسيس هو واحد السلعه خصك تمشي تبيعها لواحد خينا تتبيعها له بالادز وتتحط سميتو برودوي ديالك في شي بلاتفورم زعما الكونسيبت ساهل كيبقى داك البرودوي واش دروب شيبين واش عندك واش لوكال بيمو واش سي او دي واش بيمو اون لين ولا شنو وي تيتبدلوا غير هاد اللعبات مور على الكونفيرماسيون شيبين يعني البروسيس باين في دماغك وليني تتقول فهمتي غتجرب غطونتي وغطيح فيها ماشي انا صوبنا واحد السيت وداك الشيء المهم فشلنا واحد الفشل والله الا دابا تلقاكم درتو 90% واحد 10% ما حنا زعما ماشي حنا تنقولوا الدراري اللي كيديروا الديف لا حتى داك القضيه ديال انه خصك تاكسبتي بانه راه شي حوايج ماشي ديالك وي فهمتي راه ما يمكنش راه كاين شي حوايج اللي كنبغيو نديروهم ولكن راه ماشي ديالنا بحال دابا مثلا انا جاني في الاول انا ملي كنت ساليت من الاستياره كنت جاتني هاد الاستياره واش انا نخدم بهذا الشيء واش هذا ومشيت خدمت مع الوالد ديالي في الصباط
بدلت الحرفه كاع بالناس لا خدمتي في الصباط نيت باتي خدمت في الصباط اصلا كنت كنخدم في الصف مع الوالد ديالي اوكي وموراها ملي ساليت حيت كنت تنفهم شويه في داكشي ديال الصباط يعني يمكن لي نخدم كنت جينسكيلي في الصباط جينسكيلي في الصباط ندير البراند ديال نفسي والله اخي لا واحد البراند كطلو تطلع لي انا في المغرب ديال الصباط ماشي وحده ولا الوالد ديالي كان عنده واحد البوان فور غير ما تيبرانديوش هو الوالد ديالي صحاب هي ديك الحاجه هي فريه ومزيانه في نفس الوقت كنت يقول لك نعطيك الصباط كنقول لك داك شنو تيسموه هما الريفاند داك الريفاند لا الريفاند في عامين الا تقطع لك الصباط قبل من عامين اجي نبدلو لك الله خير ما نفس الوالد الصباط كان تيصاوب الصباط الصراحه ديال الله زعما كاليتي هادشي كنقول الدراري تقول لك راه خاصنا البرودوي تنقول لها قدرت تنزل انت دابا فاسير قص الصباط وهز شي صباط انا تنقول الا ما كاينش داك الصباط المستيلي هز داك الصباط المستيلي هز تصورتو وخلط على خوتنا انت وليت بدا بحال انا شوف كنت عايش في تايوان كنمشي هنا تيقادو لي كوستيم تيقادو دوك لي كوستيم القدام ديال دوك خوت ما عرفتش كيف داك خونا اللي في المقاطعه كبير قرب بقات ليه سيمانه ياخذ التقاعد اما انت هادو اللي طالعين ولاو تيضربوا الحقه مزيان هادوك هما عندك خوتنا الكبار كتلقى الكوستيم عريض مشي عندك خوتنا قلت له مش كديروا الشرفه قال لي كذا 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 قال لي شوف هذا قد قلت له هادشي لا علاقه قلت له ترجع عندك مشي تيليشارجي شي تصاور من الانترنت مشيت عندهم قلت له الخوت بتقدوا لي هذا وهذا وهذا تقدروا ولا ما تقدروش نفس اللعبه قالوا لي واش انت سيريوس تخلصنا من بعد حنا كنعرفوك فين ساكن وراك ساكن هنايا وكلشي دوا عليك مزيان كارتيت المسلمين فاش كنت عايش حتى لا قدنا بحالهم وجاو قدك وخلصوا عدبوني شويه في ديك اللعبه ديال المقاصات في الاول تعاودوا يجيو يحطوا هذيك اللعبه عليا ويعاودوا يسميتو عاودوا تيديروا ديك لعبه الفيليه كذا المهم ولكن في الاخر طلعوا كوستيمات ناضين بحال داكشي اللي شفت في الانترنت وحسن لان التوب توب شوفوا سيمون علم البروسيس شفتي لهم ديزاين جديد بارابور داك البروسيس ما نجيبوش شي واحد ما كاينش الحوايج في المغرب ما كاينش الصباط في المغرب ما كاينش لا خونا راه كاين الصباط انت سير كنت قائد ديك الثوره ديال داك الصباط المستيكي ديال داك اللباس المستيلي تقول لك شوف اخي على اللباس في كوريا ويلي لا دخل المغرب ها هو لوزين كاين سير خلط على معلم قول لي قالت لي تكا على الديزاين ما تبداش دايما داك الصباط حنا عندنا زعما ماشي نزيدو من راسنا وجبد داك اللي تيهضر بزاف تيكريتيكي بزاف موجود ولكن داك اللي يمشي يدير لاكسيون ماشي دور اللي كيمشي يدير ما قليل دونك خاينو في شي الصباط مشيت للصباط دوزت المهم خدمت فيه وقيله شي 4 شهور الا بقيت عاقل بالضبط وما باليش فيه كان خويا داك الساعات عنده محل دروغري مشيت خدمت معاه في دروغري شي شهر واقيلا ولا هذا بان لي حتى اللي قلت انا ما عرفتش نوصل خربق واش انا خارج قاري الدب باش نمشي وغنمشي ندير واخا هو راه حتى التجاره وداك الشيء وسعر زعما غير حيت نقول ما تبقاش واحد ما يبقاش يرحل من دومين لدومين زعما غير داك الشك هذا الشيء اللي بغيت نوصل لهذاك الشك وداك الشيء زعما راه عادي في البروسيس قبل ما تطيح على ديك الحاجه اللي غادي تلقاها المهم هو انك تجرب شي حوايج بحال هاد القضيه ديال الكوميرس اسمح لي هاد اللعيبه اللي درتي راه وراتك بان هذاك ديفلوبمون هي الحاجه اللي تعزيز عليك اللي درتها كتصحى جالس ديك الساعات كنت تجلس مثلا 16 ساعه في البيسي ما عادي ما عندكش مشكل والو ما عندكش مشكل فيها ماشي بالدروبري ولا عند والدك ديجي ساعه تنقول تتعيا ملي كتكون في الخدمه والو انا ما فهمتش انا كيفاش تعقل اصلا على داك على داك على داك الشيء كامل داك الكلاس كامل وداك الشيء بس كنقول راه شي حاجه شي تنقول للدراري سير بقى تجرب بقى تجرب بقى تجرب بقى تجرب تيقول لك خويا سيمو انا ما عرفتش شنو هي الهوايه ديالي وهي تمشي بقى تخبط جرب هادي سير دير لعيبه جديده بان لك شي بلان في الصيف سير معاهم انت حتى تلقى ديك اللعيبه اللي السوايع كيدوزو انت هانا مي واخا يقول لك الشريف حبس راه سالي تقول لي لا انا خليني باقي باغي نزيد واحد حيت عندك حاجه تتعجبك راه شحال من مره تنديرو الديلان وسيمو على شي حوايج كنقولو له هادي غادي نصاوبوها في سيمان انت تبقى شاد عليها الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار تكتب صافي راه زعما الا بغيتي تعرف ان الحاجه اللي كتعجبك بزاف هي ملي تفيق تبدا فيها وتقرب تنعس وانت راك مازال خدام فيها وكتقول لا وانت تكون ناعس اللي ما يتغمضوش والله ما كرهتيش ما تمشيش تنعس ما تمشيش تنعس تقول عييت خصني نمشي نعس وتتنعس وتتحلم بها
كنت تخليك في الحلم اصاحبي كنت نوض عاوتاني كتخلط لها انت كتعطر بها وي وي ارجعوا اخي ارجعوا ارجعوا راه باغي يهرب ليا قول لي اخي كيفاش الترونزيسيون كان عندك مع السيمو ما كانش عندك مع السيمو لايف ولا عندك كنت دابا كنت داك الساعه في الكوميرس وشفت الفيديوهات ديالك وهذا بديت تبان لي واه تنقول خينا هذا شحال فيه ديال العياقه وتيفهم على بنادم وكذا وتصبق تقلب على السر داك البوطون اللي تيكليك على السيمو باش كيجبد الفلوس فين فين داير البوطون المهم بقينا زعما هاكا كانت عندي زعما حكم مصبر زعما من داك لوقيته حتى تلاقيتك نتايا مور ما عرفتك زعما شخصيا ما ومشي بحال تلاقينا خايمز مور ما تلاقينا زعما راه صراحه الله اول حاجه الله يعمر هذا لا ما تشكرنا على الشوف هاني نزل يطلع من حضر الله يعزك اخي لا انا عارف زعما ما عندكش مع هذا الشيء هذا ولكن زعما راه زعما كانسان زعما انسان زعما الله يعمر هذا زعما في كل شيء ضريه شوف 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 هذا الشيء كامل كاين فرق ما بين الواقع وبين الانترنت لحقاش في الواقع شنو دابا غادي تريح مع شي ناس دابا تخيل معايا اخي غيسالي مشينا حنا ريحنا مع شي ناس نقول لهم دابا الفيراري ديالي كنت جيت ماشي جبانه تبان حقير ولكن في الويب ايت ميكيت كتمشي فيره انا تيقولوا واش راه طرات الناس من داك الصوت اللي تي مانجي قاعد بالفنانه رضا رضا البرادي عقلت ريحنا معاه ويقول لي والله اخي سليم ولكن انت جاي قال لي راه جوج شخصيات مختلفين تنقول هاد خونا هذا مريض راه جاي قال لي شي جريح شي معانا راه عادي قال لي لدرجه حتى دابا باغي تنوض وتصدمت ما قلت حتى شي حاجه وتدوي عادي ولا شنو كنت كنتي كتسنى نقول لي قال لك على حقاش دونك هاد اللعيبه كديرها انت عمدا قلت ليه صاحبي راه كنديرها عمدا عمدا مزيان السيمو صح هاد باش يفهموا الناس كاين السيمو لايف البراند وداك الشيء اللي كتوصل وكذا وكاين انسان سميتو محمد اه في القريه وشفتها وكذا ما تيفرقوش ما بين شنو تيشوفوا والواقع شو اخي هادي راه كانت تيقولها واحد الممثل مصري كان في واحد الدور مثل انه دا الخول ورد قال لك راه اخي راه عانه فانت تقول لي لا عاد الله عليك انت دايز من الشارع صارت الخوك ورد عاد والله وعليك تجي الخوك مسكين وكذا وخوك تشلم يا هادشي تجي وليت هذاك الشخصيه راه يمثلها وداك الممثل المشكله ديال داك الممثل هو في الحياه ديالو ظريف ولكن اخي راه تقن الدور بان عرفتي الدور الشر الشر اون بيرسون يا هادي دابا واش واخا يمكن نكونو كنمثلو شي ستوري كنعاودوها هنا 6 المرات 12 مره ديال لا 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 ما جاتش مستفزه ديال الدراري الحديد اجي شوفو الحديد مثلا دابا مثلا من هذوك من داك الفرونسيس بين انه راه ممكن فهمتي داك الفلوس راه ممكن انك تخدم على راسك هذا البلاد ماشي تجيش كيشوف سيمو لايف ديال دابا ما تيشوفش سيمو لايف 14 عام هو خدام فهمتي تيجي هو بغى يقارن الشابيتر الاول د حياته مع الشابيتر العاشر ديال سيمو لايف تيقول علاش انا لا فهمتي بغيت انا ندير الفلوس غدا وبالعكس هو اخي البوتونسييل ديالو تنقول يقدر يكون كبار من البوتونسييل ديالنا وديالي وديالك وبيان سور حيت انا دابا عايد يحيى داك المره كان تيبارطاج واحد اللعيبه ويسولو شي واحد قال له واش عطلتيها صاحبي شحال واش عندها شي مليون دولار قال له انا درتها في عام قال له راه هذا الشيء علاش كنهضروا شتي البارح يجي يحيى قال راه دار مليون دولار الاول ديالو في 8 سنين الاخر قال له راه ياك دارها في عام وانت اخي لقيتي المعلومه واجده حنا كنا كنضربوا مع الحيط هذا الشيء علاش كنهضروا به دابا كاين بزاف الناس ممكن تشوف ليكزومبل فيهم واحد البيريود فاش بداو الدراري حنا قنعني يا الوالد يخلي لك الانترنيت ما يخليك الطوب تضرب معاك انا كطيح صافي حنا عشنا اخي واحد الثمن ضاربين مع خلي البيسي شاعل راه داك الشيء راه هو اللي تيصنع داك اللي تيوصل لهذا الشيء راه عادي ولا راه تيقول لي الدراري كذا كتعود على والديكم تنقول لها ماشي خايب راه بالعكس راه تنبوسو اليوم راسهم داروا معنا هذاك الفيلم راكم خلاو لينا كلشي اكسيسيبل كلشي كذا وفروا لينا الاجواء
ملي كتلقى مقاد شنو عاش نخدمو خاص تلقى رايبه باش تقاد شكون ملي كيكون كلشي كاين ما تعطاش القيمه للحاجه يا راه فهمتي داك ويك مان كرييتيف انتي مثلا يقول لك واه انت كدوي انا خاي كندور تنتعرض للانتقادات و تنشدها واش نمشي نخدموا الحمد لله حنا تسكون يقول هذا تقول لك علاش ما تجاوبش على مثلا علاش ما كتبقاش تجاوب اصلا انا بقيت كنتجاوب وما نساليوش صافي شوف وحاجه اخرى حتى هي مهمه انا بالعكس نقولها للدراري تقول لهم انت تبقيت كتقول لي علاش ما كتجاوبش اليوم ولات يبان داك الشيء صغير كون جاوبتك كنا براش انا وريتك بالخدمه على تقول الدراري خطوة هذه از اكزامبل ما تبقاش تجاوب سير قبل الخدمه راه بعد عامين ثلاث سنين خلي خدمتك تهضر عليك صافي صافي هذا هو الاساس وديك الساعه وحقرك ولا جاوبتي ما تقدرش باقي تمشي تخدم ملي كانوا تيهوتوا عليك غيجيو يقولوا لك السيمو ولا نتلاقى سيمو لا والله الا كيدوي والله الا تيدوي في دارنا تيدوي زوين نسيت تقول له ماذا فاكر اخي راه هيز دوين جريت ما تشكرناش اخي يونس غير قول لينا غير شنو كاين غير باش يعرفوا الدراري واش كاين واش حسن واش كاين عندنا شي فرق ولا بحالنا بحال الشركات لا شوف هي الصراحه انا شفت بزاف ديال الشركات في زعما في المغرب هكا كيفاش كيخدموا كاين اللي خدمت فيهم وكاين اللي صحابي خدموا فيهم يعني شفتهم كي دايرين في الاغلبيه ديال الشركات راه الا عقلتي ملي كنت تلاقيت انا وياك سيمو كنتي سولتيني واحد السؤال كنتي شنو قلتي لي شنو الحوايج اللي خليوك تجلس معنا ولا يخليوك تمشي قلت لك انا جوج الحوايج قلت لك هي لونفيرونمون شنو نقصد بلونفيرونمون هي الفلوس يعني الا كانوا هاد الجوج هادو انا لا سولتو انا ما فاهمش اخي كاع كلمتو فيرون الفلوس مفهومه بعدا هذيك هو النور قال في الموحد تنزل في العالم فين ما قلتيه بوزي وين كاينه رجع لنا لونفيرونمون شنو هو لونفيرونمون وكيفاش قلتي له خاص يكون لونفيرونمون خاص يكون وبعدا عقل راه بدا بلونفيرونمون الاول عاد داز الفلوس باش ياخدش الدراري باغفوا كتاخد الفلوس ولكن كطيح في لونفيرونمون باه توكسيك كتكاسي كتعرفو كنعرفوهم اخي كنعرفوهم عاود ديما اخي يوصل لونفيرونمون واش اخي ما تتلقاش ديال ديريكتور مثلا لوكا ديال ديريكتور ديال بانكا باغي يسمح في البانكا ويجي يخدم في يوكان بثمن قل وعندنا لوكا ديال صحافي كان خدام في جريده مشهوره بثمن وجا ليو كان وخدا صالير قل زعما هادو كاملين عندنا فؤاد كان رئيس التحرير وكيتا اسبريس ما نقولش اسبريس عيانه مي بان له لونفيرونمون ديالنا حسن وكيتا وخدا صالير قل واللي صراحه الله تيضرب واحد التمارا زعما اللي I'm going to go to the house. ما تتخليكش تخدم على الحوايج اللي انت باغي اولا ما تتخليكش اكسبريمي شنو باغي نتايا بحال دابا مثلا يكون عندك اوكي غنخدموا هادي بهذه الطريقه هادي ما تجيش شي واحد يقول لك واش غادي نخدموا هكا الله يعاون تندسو تنديسكوتيو شنو غادي نديرو علاش غادي نديرو علاش هاد الطريقه احسن من الطريقه
بعض المرات انا كنعقل ملي كنت تنهضر انا وزهير تنديسكوتيو شي حاجه مثلا تنقولوا نخدموا بهذه الطريقه ولا بهذه الطريقه. زهير تكاملني زعما فهاد كنا ملي تنديسكوتيو ما تنقتنعلوش انا بديك القضيه تيقول لي اوكي انا نشوف الطريقه ديالك وتنمشيو بالطريقه ديالي وتنضربوا شي شهر وما تيقول لي هو حتى شي حاجه وصنبقى انا مع راسي تنقول لكم كنخدمنا بهذه الطريقه اللي قال لي واش كنا غنطيحوا زعما فهاد المشكل ديال هذه ولا لا. فتاي تنقول له اوكي هذيك الطريقه اللي قلتي راه هي اللي بغيتها. هذه شنو تتسمى ليكسبيريونس. هي انك تتغلط راه ليكسبيريونس ماشي انك ما تغلطش. وي لا ليكسبيريونس مزيان تغلط باش ما تبقاش تعاود تدوز من نفس الطريقه. والبلاصه اللي غادي تكون فيها خصك باش تكبر خص يكونوا الناس اللي دايرين بيك خصهم يكونوا حتى هما كبر منك في ليكسبيريونس وما عندهمش مشكله انهم يبارطاجيو لي زانفورماسيون. وي فهمتي انا مش معاكم يوميا ولكن اخي تنشوف هاد اللعيبه عندنا زوينه ديال كاين داك ليسبري ديال البارطاج. وبالعكس انا زوين كنشوف شي واحد تيقول لك هذاك خونا ما خدامش لينا تنقول ليه علاش تيقول لي المعلومات اصحابها ديالو كيشدها عنده لا كيسحب له دابا راه المعلومه راه هي اما شي حاجه فايت لك سمعتيها او لا سمعتي جوج حوايج ولا لقيتيهم يعني المعلومه اصلا ماشي ديالك المعلومه راه دايزه في الهواء وتقطتيها وصافي فهمتي يعني اصلا ماشي ديالك يعني الا حتى كون كان هذاك اللي قبل منك حتى كراها كما غدير لها انت ما توصلش لعندك فهمتي كون كان دار لها الفلوس وحطها راه ديك الناس اللي من هادو من الحوايج اللي كانوا تيعجبني علاش انني نكتب مثلا اونلاين ابار الفلوس راه كتسمى تبارطاجي داكشي اللي تدير انت تبارطاجي فهمتي يعني فيها واحد البارتي ديال انه الناس اللي قرات لهم انا في الاول باش تعلمت ها واحد لابارتي كتبتها انا للناس الاخرين باش هما يتعلموا. وراه اخي وصلت الدم راه كتفرح ملي كتكتب شي بلوغ علاش تحل شي مشكل وكيجي شي واحد تيقول لك الله يرحم ليك الوالدين هاد العباره صوفاتني مزيان كنت واعر تتفرح بعض المرات كنت تسوق شحال من مره كنا تنهضروا على واحد شي بروبليم ولا شي حاجه وتنصاد ديجا انا كاتب عليها ارتيكل وتنعطي داك الفرد داك الارتيكل تتجينا انا حاجه في الدراري سرحنا الساعه و 36 دقيقه اجي نمشيو نافونسيو فيو كان قلنا لونفيرونمون قلنا لونفيرونمون هو خصو يخليك تكبر ويخليك انك تيسيي بزاف الحوايج ماشي اوكي انا تندير الفرونت نبقى في الفرونت ولا كان تيعجبني الباك اند يمكن نمشي نخدم في الباك اند بغيت ندير الاوبس ها هو الاوبس حدايا ولونفيرونمون ترونسبارون كيفاش كديبلوي داك الشيء شنو ما كاين حتى شي حاجه مخبعه مزيان في القضيه الترونسبارونس حنا تقريبا فيو كان عندنا تخدموا سلاك في الكومينيكاسيون انتر ولي شاني كاملين بوبليك يعني ممكن تدخل تشوف اوبس شنو كيدير ممنوع انك تهضر ممنوع انك تهضر في البريفي تهضر في البريفي الا كنتي غتقول له شي حاجه بيرسونيل الا كنتي غتهضر على الخدمه خاصك تهضر معاه في الشان يشوفها كلشي يشوفها كلشي ديال سي بوسي يهضر في الشان ديالو بوبليك الكونتنت الفيديو يعني كلشي عارف شنو طار حيت تقدر تقول شي معلومه وانا ديجا شايفها في شي بلاصه تنانترفوني في ديك اللحظه نقدر نمنع شي لعيبه كانت غطرا ولا نقدر اونجي شي حاجه مزيده هكا بلوس ولا شي لعيبه اللهم بارك دونك هاد القضية ترونسبارونس مزيان شاروا ليها هادي جايه من ليكسبيرونس ديال زهير ويتسي باغ من الشركات الكبار اللي زعما لايك امازون وكذا وكانوا هما تيانسيستيو على ان كلشي يكون بوبليك وكلشي وهاد ليكسبيرونس شنو تنقولوا زعما دائما مزيان تشوف ناس سابقين في ليكسبيرونس تي بارطاجيو معاك شي لعيبه حنا باش نقولها للقضيه ديالي اصبر راح ندور لك الكاميرا لا ندور لك حنا كنا مصايبين تنخبيو الحوايج عندنا وكذا ولا انا هاد اللعيبه زوير راه 14 عام انا كنعرفو ملي تلاقيت مع زوير تبارطاجا هاد اللعيبه ديال خصنا نبارطاجيو مع كلشي وكذا وداز في الشركه ملي جا يونس حتى هو كان عنده النوصيون بارطاج مزيان حيت كان تيكتب وكذا وبقى زوير عنده هاد النوصيون هادي وداز داك الفيني بيناتهم ومشات الامور مزيان اللهم بارك اخي الشاب برجع عاوتاني لاخر اخر يو كامل 2017 2022 كاين كاين ديفلوبمون في هاد البيريود هادي كاين ديفلوبمون صراحه اللي وراه شحال من 2017 دابا راه سنين دابا تتحسب فهمتي واللي مزيان فيها هو انها 5 سنين اخي ديال الخدمه راه ماشي راه 5 سنين ديال الخدمه راه اكسبيريونس زعما ماشي اكسبيريونس تتعاود تخدم على نفس لي بروبليم يعني ماشي عندك عام 5 المرات لا يوميا كاين الجديد يوميا كاين الجديد فهمتي تنخدموا على شي حوايج انتريسونت فيهم فهمتي بروبليم ديال سكالابيليتي راه يو كان عرفتي شحال ديال لي فيزيتور في نفس الوقت تيوقعوا لنا مشاكل فهمتي اللي خصهم حلول بزاف ديال ليفولوسيون ديجا
واخا هذا السؤال ماشي اللي كنت جاي ولكن انت كنت تكون عارف شحال من ديبا شحال تنستعملوا من السيرفور دابا في يوكا ورا الا جيتي في المجموع اه ورا راه شي 60 ماشين هكا ولا 50 ماشين ولا هذاك الشيء على حسب كيفاش مصاوب الاركيتكتشر عاوتاني باش ما يجيش لا راه عرفت السؤال يجي شي واحد يقول لك راه لا يجي شي واحد يقول لك انا غنصاوب غير سيرفر واحد لا لا كاين كاين قول لهم لا طيح دابا راه خصو يفهم الدراري راه ما كاينش غير وكاين غير الكود راه كاين اللور واحد الخلايا ديال واحد الروينه راه غير السيرفر اللي كيحبسوا لي زاطاك فيلم غير السيرفر اللي كيلوغيو اللوغ ديال شنو تيوقع اللور فيلم غير السيرفر اللي كيديروا لي جوبز اللي كيو فيلم فهمتي انا كنشري الكود وما كاينش ما تكاشي اه بيان سور المهم هاد القصه ندوزو اخاي ملي كنا ملي كنا خدامين فيو كان تيجيو بزاف ديال الطلبات ديال خوت حنا كنعانيو في المشاكل تاع البيم اونلاين بغينا نبروسيسيو لي كارت سترايب تيزد لينا خدمنا مع هاد الشركه هادي كانوا مشاكل الشركه ديما كاتاكسبتيش المغاربه وبزاف المشاكل هي فاش فكرنا جات الفكره ديال 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 يو كان باي داك الساعه قلنا نديرو يو كان باي زعما تحل هذا المشكل هذا حيت الاغلبيه ديال الناس يقول لك اوكي اصلا حنا في اللوكال كاين داك لودوبسيون ديال 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 لي كارت بدات تطلع الناس بداو تيزعموا يخلصوا اونلاين وهذا ولا انتغراسيون كاع لي سيستيم زعما اللي لو بغيتي دير شي انتغراسيون ديال شي كارت بروسيسور في المغرب ولا شي حاجه الاكسبيريونس ديالو معيانه زعما زعما بالتجربه انا كديفلوبر زعما كيفاش كيتانتغرا داك الشيء داكشي اللي اكسبيريونس ديالي حسن مني لان انت اللي انت درتي لها انتيغراسيون داك الانتيغراسيون ديالو معيان دونك حنا قلنا علاش ما ناخذوش احسن اكزومبل كاين في السوق اللي هو سترايب فهمتي عندهم احسن دوكيومونطاسيون كاينه واحسن انتيغراسيون قلنا حنا غادي نتانسبيرو منهم وغنحاولوا نديرو بحالهم فهمتي نديرو شي 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 مويان دو بايمون ديالنا مغربي مغربي 100% مغربي دونك دابا بيو كامبين يمكن لك تبروسيسي لي كارت انترناسيونال لي كارت ناسيونال حنا ما كنعرفش الناس يجربوا هاد اللعبه ديال يو كامبي فيو كان بيان سور الكونيكسيون ديالها راه ساهله تتكليكي تتلينكي الاكونت ديالك صافي انت تبدا تبدا تقطع بلي كارت وداكشي وتخلص حتى بكاش بلس طوب وقول لي اخي شي واحد ما عرفتش عنده هذا سؤال شي واحد عنده ووردبريس ووكوميرس شوبيفاي كدا شنو كاين تا دابا انا شو انا واحد الحياتي انا عندنا كاين عندنا بلوجين ديال ووكوميرس ديال الاخر غنخدموا على انتغراسيون ديال يو كان باي مع شوبيفاي حيت باش يخدموا بها الناس اللي هذا وابقى نخدموا حتى مع بريستاشن كود المهم اللي كاينه دابا هو كوميرس ما كاينش مثلا تعطيني شي كود كدا نمشي ندير انا الانتغراسيون كاين جوج ديال لي بوسيبيتي يمكن لك ديرهم كاين الا كنتي تصعب شويه ديفلوبي يمكن لك تاخذ واحد تدخل دوكيومونطاسيون يعني سلاش ديفلوبر غتلقى في يو كان باي سلاش ديفلوبر كاين دوكيومونطاسيون كاين واحد ليان فوق غتلقى ماشي سالت ديفلوبرز فيه كيفاش انتغري لا بي اي شنو كتريسورني ايتترا داك البروسيس ها كيفاش انتغري جي اس كيفاش تكاستميزي داك الشيء داكشي باين زعما ما كرهناش زعما الناس يجربوا يعطونا الفيدباك ناميليوروا بيان سير الحاجه ما تكونش بيرفكت من الضربه الاولى يعني الدقه الاولى ولكن دوزنا البيطا في البيطا في البرايفت ولكن ستيل خاصه اكزاكتومون حتى سترايب زعما حتى انا ملي انتغريتو راه ملي كتنتغري كتلقى المشاكل حيت على حساب شنو كتيسيوليزي سترايب راه سنين وما خدامين ديكو تطيح في المشكل حتى كتيسيوليزي واحد لي فونكسيوناليتي اللي افونسي فيه مهم هذا موضوع اخر كاين الانتغراسيون الثانيه هو مثلا بغيتي انت غير تخلص شي فاكتور يمكن لك فيو كان باي تحل الاكونت وتجي تحل واحد يمكن لك تكري انفويس وتصيفطها لشي خونا كيطلع له داك الانفويس بانه مثلا يخلص لك داك لافاكتور ديالو يمكن له يخلصها بلاكارت وتطلع عندك في الاكونت ديال يو كان باي طوب يعني ممكن يجينيري شي مثلا بغى هو كوتش باع سيرفيس ب $300 ديال الكوتشينغ ياك وممكن ياخذ تقدير جينيان تيجينيري ليان صيفطو مثلا تيدو مع خونا في واتساب تيقول لها تخلص اييه يمكن له يديرها هذاك الطخ يمشي يدخل داك خونا هذاك يقرا داك الديسكريبسيون اللي حاط نتايا وتيلقى الفورم ديال الباي تيلقى $300 $300 يدخل لاكارت ديالو يدخل لاكارت ديالو يخلص وتخلص بكاش بليس ولا بكريديت كارد يمكن لك انت تانيبلي اللي بغيتي لا نفترضو خونا على برا هو مغربي كوتش كريديت كارد مغربي كوتش بغا يكوتشي واحد خونا في دبي بغا يكوتشي واحد خونا في ماليزيا دونك صافي غادي يشد لي ليان غادي يصيفطو ليه صافي تصيفطلو غير داك ليان شورت تيدخل تيخلص هذيك تطلع عندك ترانزاكسيون بانها تخلصات اللهم بارك داتس جريت باغي ديز اكسبيريونس اللي كانوا عندنا في البيتا تيستر كانت
كانت عندنا سيده كتبيع لي فورماسيون في الخليج وكانت كتجرب معايا وكانت باي وباعت زعما في الخليج لي فورماسيون ديالها بهاد لا ميثود هادي وكانت كتشيزي مره عندها ستوفيو كان كتقطع الناس اللي كخديرو وكانت كتشيزي لا بارتي لا بارتي كنا اكسبتناها في البيطا اكزاكت دونك هو بقى عقلي كتمشي كتصيفط او تي دوزو لي بايمون دونك حتى هي دوزات معنا لا بارتي وقعو اشكالات كوريجينا صايبنا وهذا كي كانت في البيطا الاولانيه اكزاكت هذاك الشرع علاش قلنا له ما بغيناش لونسو البرودوي بابليك خليتها يتحلوا المشاكل كذا ومازال يديروا مشاكل وانكوريجيو بحال لونسمون ديو كان بحال يو كان باي الحمد لله غير كاينه اون ايكيب اون اريير بلون اللي بالعكس ليكسبيريونس ديال يو كان باي احسن لان استفدت من ليكسبيريونس ديال يو كان كلشي بلوغي كلشي مونيتوري كتشوف اليوزر كاملين شنو تيديروا لي زاكسيون ديالهم الا فايلات شي اكسيون كتشوف علاش الى طرات جوج ولا ثلاثه الناس دونك كتولي انفيستيغاسيون دو بلوس كتقولي جا طون غياب دايوغ انا كنت دابا تنشوف مازال الدراري دامين و تيشوفو زعما لي ترانزاكسيون الناس شنو واقع فيهم وكذا دابا ملي طرا بالي ايمن تيبوشي شي حاجه اوكي جايز باقا خير غيسالي بغيت تقول شي حاجه طوب انت باقي شي صبر اخاي ندور الكاميرا عندنا بعدا أنا نسأل بقى شي سؤال السيمون. أنا خيونس فخور بك كنحترمك عارف العلاقة كديرة بيناتنا الاحترام وسيرتو أخي أنت I respect you لحقاش كتقرا فهمتي ملي كنكونو كندويو تلقى كاين الباجاج لا شوف كاين راه كاين هادي واخا هضرنا عليها قبيلة جانبين وهذا ولا حتى لونطوراج راه تيلعب دور كبير فهمتي يعني الناس اللي تجلس معاهم راسي امباكتي وكيلا كانوا الناس اللي تجلس معاهم تيقراو شويه راك تقرا نتايا بحال دابا مثلا تنكون في فاس تنكونوا جالسين مثلا في القهوه عند واحد صاحبنا رشيد اللي كنا مشينا عندو تكون جالس تلقى الدراري شويه تيقراو مثلا بحال شراف كاين مهدي كاين اسامه كاين بزاف ديال الدراري تيقراو فهمتي اخشي شي شعلي زوين كاين بزاف زعما ديال الدراري تيجلسوا معنا تيجيو اللي خاصو يديروا شي مقال شفتي تفاجئنا لقينا الشباب في فاس كيقرا تولي تعكس القضيه فهمتي لا كاينين لا شتي باش دابا الاعلام شنو كيدير تمشي تركز لك على ديك على داك الباد سايد ديال كاينين غير كدا وما تيقراوش وما مربيينش وهادشي الشيء يخلي الواحد يقول الصدر ما كاينش اللي كيقرا بحالي بحال هادو حتى هما ما تيقراوش حتى انا ما كنقراش وي راه العكس كاين بزاف ديال الشباب باقي كيقراو ما كاينين هاد من القهوه هذا اللي كنقول لك انا عليه هاد رشيد كندير كتوبه في القهوه الكتوبة تبارك الله على حط الكتوبة في القهوة وللأسف ما شوف كلشي تيقراو لا يعني شوف بالعكس راه خلينا قلت لك كاين واحد ربعة الناس غادي يمباكتيو شي خمس انا كاينين صراحة غادي يجرو معاهم شي ست كاينين الناس زعما اللي فهمتي ماشي غير تيقرا كاين اللي تيقرا دابا خلينا من القراية ديال الدومين ديالك كاين شي تقرا كتوبة واحدة أخرى من غير الدومين ديالك هو فين كاين داك البوانفور ما تقرا الدومين ديالك راه تيقرا فهمتي راه هذاك مجبر هذاك مجبر انا الدومين ديالك هذاك وصا الدومين ديالك اللي ما تيقراش فيه كيما تنقولوا ما تيتوسعش في داك الدومين وي حتى تيقرا غير داكشي اللي عنده في الباركور ديالو خصنا نقراو هادي وهادي وهادي ولا يعاود يعني الا سولتي علاش اجي لك كنخدم مع الدوله تسلكوا اما في القطاع الخاص غادي يهرب عليه الدرهم بيان سور في القطاع الخاص عاوتاني راه المنافسه اكثر وي الشباب تبارك الله عليكم التوفيق لكم صراحه خيونس كنت تنقول اللايف معاك غادي تكون فيه انت هو اول واحد غادي ندير ساعه ولكن خيونس جيت نسير هادشي باقي ما دويتش معايا الفلسفه لا في والو بلي انت كنا نضربوا انا وانت ثلاثه السوايع خلينا غير حلو كان باش ما نصبحوش الناس السيمون ما يقولكش عاوتاني انا كنت عطلت الشباب التوفيق لكم تبارك الله عليكم غدا ان شاء الله عاوتاني لايف مع 11 ديال الليل وديما اللايفات الناضيين هذا اللايف هذا one of the best live اللي كان مع one of the best developers عندنا في المغرب بارطاجي تا خاي ليكسبيريونس ديالك بالعكس غادي يستافدوا منها بزاف ديال الناس واخا يكون كيقرا في ليستيف دوزيام اني يمشي يقرا في الليل باش بي ماي سكيل جافا سكريبت يقرا في الليل واي واحد زعما اللي زعما حنا حاجه نقلبوا ديما تنكريتو تنقلبوا على ديفلوبرز مزيانين فهمتي الناس اللي تيقراو جافا سكريبت بي اش بي المهم هو اللي باز يركز عليهم بنادم زعما هي زوينه بحال قلتي انت راه تعطي راس الخيط هو كيمشي يبقى شد في داك الخيط وتيزيد بيان سور شحال الحوايج غادي تعلمهم حتى غادي تجي فهمتي الاغلبيه ديال الحوايج غتعلمهم حتى غادي تجي راه ملي غادي تجي غينفعك غير داك لي باز اللي عندك ماشي داكشي اللي كتديرو كل نهار حيت غتبقى داكشي ديالك غادي يولي قديم الا ما كنتيش عارف كيفاش تقرا الحوايج جداد
يمكن لك تبقى ديما عندك هذاك النولج اللي كانت عندك البارح. وي فهمتي. ولكن اخي لاباز مهم. لاباز هي كلشي. لاباز هي كلشي. الشباب تبارك الله عليكم، بالتوفيق لكم، طلعوا لي فراسكم غدا ان شاء الله. اخي غير ثاني زيد ما قلتيش لي طلقت التعليقات اليوم بلاش اصلا. باقي تبعنا الطريق غايز، حنا دابا في الخميسات، دابا غادي نخرجوا نشدوا الطريق حتى للرباط. طلعوا لنا في راسكم، تبارك الله عليكم. اللايف ديال غدا خص يكون من الرباط من البيرو ياك، عاوتاني ويجيو الشباب كاملين ما كرهناش اخاي يونس، تشرفنا ان شاء الله. زعما كنتي شفاز الا كنتي في الرباط اخاي ان شاء الله غادي نكونوا في الرباط. الله يعزك. طلعوا لنا الشباب في راسكم، بالتوفيق لكم، والله ما سخيت بكم، ولكن غايز تلقى ان شاء الله، تبارك الله عليكم.